تمام. فاللي انا قلته ان الماسوره احنا بنصممها على اساس ان هي بتكون بارشال لفول، وقلنا ان احنا بنصممها عايزين نصممها لان الماسوره تبقى ماشيه اندر جرافيتي، دي اول حاجه احنا قلناها، وقلنا ان عايزين نصممها على انها بارشال لفول لان انا ما اضمنش في ميه ممكن تيجي في المستقبل، فعايز اعمل حسابي إيه لو الكميه دي زادت ما يبقاش الماسوره كلها مليانه، وفي نفس الوقت عايز يبقى في هواء جوه الماسوره عشان ما يحصلش اي تفاعلات جوه تسبب لي روائح كريهه. طب ده عشان كده احنا بنصممها بارشال لفول. فقلنا احنا عايزين نصمم الماسوره، عايزين نعرف الديستشارج الاول اللي ماشي جوه الماسوره. انا عايز اصمم الماسوره تشيل ديستشارج طول السنه، طيب انا كده المفروض في كيو جايه لي في الصيف وفي كيو جايه لي في الشتاء، طب ايه تاني ممكن يجي لي جوه ماسوره الصرف دي؟ ممكن يجي لي من الانفلتريشن، بيحصل لي انفلتريشن عندي فبيدخل جوه المواسير دي الميه بتاعت الانفلتريشن. حاجه اخيره بقى بصمم عليها اللي هي الرين، يعني المطر اللي بينزل ده المفروض يا اما انا بصمم الشبكه بتاعتي على اساس ان هي تتحمل كميه الميه بتاعه المطر دي، او كميه المطر دي بعمل لها نظام لوحده. فعلى حسب في السؤال هيقول لك انا عامل النظام بتاعي كومبايند، كومبايند ده يعني معنى كده ان انا داخل عندي الكيو اللي انا مصمم عليها زائد الانفلتريشن زائد الرين. طب لو قال لك سيبرت يبقى هو لا، الرين ليها شبكه لوحدها او ليها نظام لوحده فمش هتدخل معايا في الحسابات بتاعتي. طيب اول حاجه انا بصمم عليها ايه هي بقى، اللي هي الكيو في ماكسيمم سمر، دي اللي هي الكيو واحد، يعني دي اكبر ديستشارج هيجي لي في الصيف. طب ده هجيبه ازاي؟ زي ما احنا كنا بنحسب قبل كده في الميه، كنا بنقول البوبيوليشن في الكيو افريج. طيب ايه اللي زاد بقى؟ زاد اللي هو 8 من 10. ايه ال 8 من 10 دي؟ الميه اللي بتجي لي اللي انا بصمم عليها شبكات الميه مش هي هي نفس كميه الميه اللي هصرفها، فانا بفرض ان انا بستخدمت 20% من الميه دي، يبقى كده اللي هيمشي عندي في الصرفه دي 80%. فال8 من 10 ده عشان احولها من ميه لصرف. خد بالك ان ممكن يجي في السؤال يقول لك ان الكميه دي او مديك الكيو افريج دي الكميه بتاعت الميه بتاعت الصرف، ما بتبقاش بتاعت الميه، يعني هيجي يقول لك مثلا السيوج بتاعك كميه الميه بتاعت السيوج كذا، فدي مش هضربها في 8 من 10. لكن لو قال لك بقى زي مثال الشيت كده، يعني مثال الشيت كان كله جاي قايل لك ان الكيو دي الكيو افريج بتاعت الميه، فبيقول لك الافريج انيوال ووتر كونسامشن مثلا، فساعتها بتضرب في 8 من 10 عادي جدا. طيب الواحد ونص دي بنضرب في ايه؟ دي بنضربها لو احنا في السمر بنضرب في واحد ونص، عشان طبعا كميه الميه في الصيف هتختلف عن الشتاء، في الشتاء اقل، هتلاقي واحنا بنجيب الشتاء بنضرب في 2 على 3 مش في واحد ونص، بنضرب في واحد ونص على 24 في 3600 عشان نحولها من دي لثانيه، في 1000 عشان نحول اللتر لمتر مكعب. هضرب بقى الكلام ده كله بقى في البيك فاكتور، في فاكتور كده بضرب فيه في لو انا في الماكسيمم بضرب في البيك، لو انا في المينيمم بضرب في المينيمم. طيب البيك ده بقى اللي هو ايه؟ البيك ده دايما اللي هو الخمسه على بي باور 6. طب ايه البي ده؟ البي ده اللي هو البوبيوليشن بتاعك بس بالساوسنت، يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا البوبيوليشن بتاعي 25000، يعني انت عندك المنطقه بتاعتك فيها 25000 نسمه، فساعتها هتحط البي دي ب 25 ما تحطهاش ب 25000 عشان البي دي البوبيوليشن بالساوسنت. طيب سيبك بقى من القانون اللي تحت ده، سالت الدكتور وقال لك احنا دايما هنستخدم القانون اللي فوق. طيب يبقى انت كده خلاص البيك بتاعك بيساوي 5 على بي اس 6 والبي بتاعتك بال1000. طيب انا كده جبت الكيو ماكسيمم سمر. طيب الكيو ماكسيمم في الوينتر بقى هو هو نفس القانون ده بالظبط. طب امال ايه اللي هيختلف؟ اللي هيختلف بقى الفاكتور اللي احنا قلنا في السمر بنضرب في 1.5. طب في الوينتر لا، احنا في الشتاء بنستهلك كميه ميه قليله فمش محتاج ازود 50% زي ما زودت في السمر، فبضرب في 2 على 3 عشان احول الصرف بتاعتي للوينتر، فبضرب في 2 على 3، فهو هو نفس القانون اللي فوق بس بضرب في 2 على 3. طب كده جبت كيو ماكسيمم وينتر. طب الكيو مينيمم، وهنعرف ليه بجيب الكيو مينيمم دي. الكيو مينيمم دي هجيبها ازاي؟ هو هو نفس القانون بالظبط بتاع الشتاء اللي هو ريليشن في كيو افريج في 8 من 10 في 2 على 3، بس بدل ما كنت بضرب في البيك في لو فاكتور هضرب في ايه؟ هضرب في المينيمم بقى. طب المينيمم في لو فاكتور ده اللي هو ايه؟ اللي هو مقلوب البيك في لو فاكتور، يعني انت البيك في لو فاكتور كنت بتقول ان هو 5 على بي باور 6، لا ده بقى 2 من 10 بي باور 6، فانت تجيب البيك وتجيب مقلوبه ويبقى هو ده المينيمم في لو فاكتور بتاعك. وخد بالك زي ما قلنا ان البي دي البوبيوليشن بالساوسنس، ما بتحطش الرقم بتاعك بتقسمه على 1000 يعني. طيب كده انت جبت السمر وجبت الوينتر، كده انت جبت خلاص الدومستيك بتاعك او الميه بتاعت الاستهلاكات، ناقص لك كده الانفلتريشن وناقص لك الرين. طب الماكسيمم انفلتريشن، الماكسيمم انفلتريشن ده هيكون جيف ليج، يعني هيكون وهنعرف ازاي هيكون جيف لينا في المساله يعني. فالماكسيمم انفلتريشن ده بيكون في حاله السمر، والمينيمم انفلتريشن ده بيكون في حاله الوينتر. طيب اخر حاجه بقى ناقص لنا اللي هي ايه؟ اللي هي الرين. طب كيو رين او الكيو 6 دي احنا بنجيبها ازاي بقى؟ اولا المطر بتاعك بيتصرف عن طريق حاجتين، يا اما بتصرفه عن طريق السطح بتاعك، يعني انت في السطح بتعمل حاجه في الاخر كده بتصرف لك ميه المطر دي، او بنصرفها عن طريق الشوارع بتاعتنا، بس لازم شرط ان الشوارع دي تكون مالها مترصفه، فبتبقى كيو بيفد، يبقى لازم الشارع بتاعك يكون رصيف. طب لو رمل، لا لو الشارع بتاعك ترابي ساعتها الميه دي مش هتتصرف، فما تدخلش الكيو بتاعت اللي هتمشي في الشارع ده معاك يعني. طب الكيو رين هجيبها ازاي؟ اللي هي السي في الاي في الايه؟ السي ده اللي هو الران اوف كوفيشنت، يعني هيجي لك في السؤال يقول لك الران اوف كوفيشنت مثلا بتاع الرود بكذا وبتاع الروف بتاعك بكذا، فانت معاك السي،
طب والاي اللي هي الانتنسيتي بتاعت المطر، هيجي يقول لك مثلا شده المطر بتاعتي 50 مللي بير دي او 25 مللي بير دي، فالاي بتاعتك جيفن. الاي بقى الاي بتاعتك اللي هو ايه المساحه بتاعت الطريق، يعني لو انت بتحسب الكيو للرودز يبقى تضرب في مساحه الطريق. طب لو انا بحسب للروفز هتبقى الاي بتاعت اللي هي التوتال اريا، يعني هيجي يقول لك مثلا التوتال اريا بتاعت الريزيدنشال سيورد زونز بكذا مثلا هكتار، فانت الاريا بتاعتك دي اللي هي الاريا التوتال اللي عندك. فكده انت عرفت خلاص السي والاي والاي، فتقسم بقى على 24 في 3 600. بس خد بالك ان الاي دي مثلا ممكن تكون وحدتها بير اور، فعشان تحول من اور لسكند تعمل ايه؟ تضرب في 3 600 على طول، ما تضربش في 24. فانت شوف الوحده بتاعت الاي دي جيف ليك بير داي ولا ولا بير اور يعني. طيب ال1000 دي عشان احول ايه؟ عشان احول من ملي لمتر. ايه ده؟ الاي ده هيكون جيف ليك مثلا زي ما قلنا 50 ملي بير داي، 50 ملي بير اور، فهو مدالك بالملي، فعشان تحولها متر تعمل ايه؟ تقسم على 1000. طيب طب انا كده كده جبت 6 كيو، جبت كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 و4 و5 و6. طيب لو هو بقى مديني الانفلتريشن بتاعنا، تعالى نمسك كده كيو انفلتريشن اللي هي كيو 4 وكيو 5، ايه اللي ممكن يديهم لي؟ وحداتهم بتكون ايه؟ يا اما يكون مديها لك متر مكعب بردي، يبقى هو ريحك، فانت خلاص هتحول بس من متر مكعب بردي لمتر مكعب بير ثانيه، او ممكن يديها لك بقى متر مكعب بردي لكل هكتار، فانت هتمسك الرقم اللي هو مدولك ده تضربه في الاريا التوتال بتاعتك، فانت تضرب القيمه دي في المساحه التوتال بتاعتك عشان ايه؟ عشان تخليها متر مكعب بردي، وطبعا الهكتار ده اللي هو 10 اس 4 متر مربع. طيب ده بالنسبه لو هو مديها لي متر مكعب بردي لكل هكتار. طب لو مديها لي بقى متر مكعب بردي لكل كيلو متر اوف سيورس، يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انا الانفلتريشن بتاعي متر مكعب بردي لكل كيلو، يعني لكل طول كيلو من المواسير بتاعتي. طب انا المواسير بتاعتي قد ايه بقى، او طولها قد ايه؟ انا اساسا معيش اطول مواسير، فهجيب ازاي اطول المواسير؟ فانت هيجون مثلا مدي لك الاريا بتاعت الرودز، يعني مدي لك مساحه الطريق، ومدي لك الويتس بتاع الطريق، فانت تقدر تقسم الاثنين دول على بعض تجيب طول الطريق. طيب هل المواسير بتاعتي بتبقى هي طول الطريق؟ لا، بتبقى 80% من طولها. فانت عندك ال ال بتاعت سيور بتبقى 8 من 10 ال رود، عشان ممكن يكون عندك في تقاطعات او في ملفات، فانت بتاخد 80% من ال ال رود ده، يبقى هو ده ال ال سيور بتاعك. ساعتها بقى كده انت هتحولها متر مكعب بردي عادي جدا، وتشتغل بقى تظبط وحداتك تخليها متر مكعب بير ثانيه. طيب ما قلتليش برضو احنا كده جبنا 6 كيو، هنشتغل على ال 6 كيو؟ لا، بشتغل بقى على الماكسيمم من قيمتين، يعني الكيو ديزاين اللي انا اصمم عليها المواسير بتاعتي بتبقى الماكسيمم من قيمتين، الماكسيمم من كيو 1 زائد كيو 4 او كيو 2 زائد كيو 5 زائد كيو 6. ايه كيو 1 وكيو 4؟ كيو 1 اللي احنا جبناه اللي هي الماكسيمم سمر، وكيو 4 اللي هو الماكسيمم انفلتريشن. يبقى انا كده بصمم على الماكسيمم من قيمتين، يا اما الماكسيمم سمر زائد الماكسيمم انفلتريشن، او كيو 2 زائد 5 زائد 6 اللي هي ايه؟ اللي هي الماكسيمم وينتر زائد المينيمم انفلتريشن زائد الرين. طيب طب ايه ده؟ مش دايما اول قيمه هتطلع هي ايه اكبر قيمه؟ يعني انت دلوقتي انت بتقارن لي بين الماكسيمم سمر والماكسيمم انفلتريشن اللي هم طبعا كبار جدا، وبتقارن لي الماكسيمم وينتر بالمينيمم انفلتريشن. طب ما طبيعي الماكسيمم انفلتريشن يكون اكبر من المينيمم انفلتريشن، والماكسيمم سمر يكون اكبر من الماكسيمم وينتر. بس خد بالك بقى في كيو 6 دي اللي هي بتاعه الرين، فلو كميه المطر كبيره قوي يبقى تاني قيمه دي هي اللي هتتحقق معاك. طيب يبقى انت كده الكيو ديزاين بتجيب القيمتين دول وتاخد الاكبر منهم. طب لو قايل لك بقى في السؤال سانيتري سيور او سيبريت سيور زي اللي احنا قلناها في الاول، يعني كده معنى كده ان المطر بتاعك معمول له شبكه لوحده فمش هيدخل معاك، فانت كده ضامن ان الماكسيمم على طول هيطلع اللي هو كيو 1 زائد كيو 4. فهو لو كده قايل لك في السؤال سانيتري سيور او سيبريت سيور زي مساله في الشيت كده، هتصمم بقى على طول على كيو 1 زائد كيو 4، مش مضطر بقى تجيب كيو 2 وكيو 5 وكيو 6 وتاخد الاكبر منهم، لا انت على طول هتصمم على كيو 1 زائد كيو 4. طب امال انت جايب بقى المينيمم من الحاجتين دول ليه؟ بنعمل بقى تشيك بالمينيمم اللي احنا جبناهم اللي هم كيو 3 زائد كيو 5. ايه كيو 3؟ اللي هي المينيمم وينتر، وكيو 5 اللي هي المينيمم انفلتريشن. باخد القيمتين دول اجمعهم على بعض اجيب الكيو مينيمم. طب هعمل ايه بالكيو مينيمم؟ مش هتصمم عليها اكيد، بس بتعمل تشيك للفلوست المينيمم ان هي ما تقلش عن قيمه معينه زي ما هنقول. فانت كده بتجيب بعد ما بتجيب الستة كيو بتوعك دول بتجيب قيمتين، كيو ديزاين وكيو مينيمم. كيو ديزاين دي اللي هنصمم عليها، وكيو مينيمم هي اللي هنعمل تشيك عليها. طب يبقى انا كده خلاص خلصت اول خطوه اللي هي بجيب بحسب الديسشارج بتاعي. طب انا كده خلاص عرفت ان الماسوره بتاعتي داخل لها كيوب كذا، طب هعمل ايه بقى؟ مضطر لسه بقى عايز اجيب نسبه الامتلاء، وعايز اجيب الديامتر، وعايز اتشيك الفيلوسيتي. يبقى اول حاجه انا حسبت الكيو ديزاين، دي اول حاجه انا جبتها خلاص. تاني خطوه بقى بعمل ايه؟ بعمل ابروكسيمت ديزاين. يعني ايه بعمل ابروكسيمت ديزاين؟ مش انا ما عندي انا مش هستخدم اي حاجه غير معادلتين. اول معادله اللي انت عارفها اللي هي الكونتينيوتي، اللي هي الكيو بتساوي الاريا في الفيلوسيتي. يبقى انت عندك الكيو ديزاين بيساوي باي دي ابروكسيمت سكويرد على 4 في الفيلوسيتي. يبقى انت عارف ان الكيو ديزاين والفي دي انت هتفرضها ب 8 من 10، يبقى ايه المجهول اللي عندك اللي هو الدي ابروكسيمت. يبقى انت كده جبت الدايمتر بتاع الماسوره التقريبي. طيب كده انا جبت الدي ابروكسيمت. طيب بس احنا قلنا ان الماسوره بتاعتنا مش هنصممها على ان هي مليانه كلها، هنصمم ان في جزء منها بس مليان،
فساعتها هعمل ايه؟ هشوف الدايمتر بتاعي ده اقل من 700 مللي ولا اكبر من 700 مللي. لو لقيته اقل من 700 مللي يبقى انا كده نسبه الامتلاء بتاعتي التلتين، يعني انت عندك الماسوره بتاعتك هتبقى مليانه تلتين. طب لو لقيت الدايمتر اكبر من 700 يبقى انت كده الماسوره بتاعتك ممتلئه بنسبه 3 على 4. يبقى انا بس خطوه الابروكسيمت دي بس عشان اشوف هل الدايمتر بتاعي اقل من 700 ولا اكبر من 700، وبناء عليه احدد نسبه الامتلاء بتاعه الماسوره بتاعتي. طب خلاص انا جبت خلاص الدي على الدي. ايه الدي على الدي ده؟ اللي هو ايه اللي قلنا ان هو ايه؟ اللي هو نسبه الامتلاء. يعني مثلا لو 2 على 3 يبقى الماسوره مليانه التلتين. طب انا كده جبت الدي على دي، هدخل بقى تيبل اجيب كيو ديزاين على كيو فول وفي ديزاين على الفي فول. يعني انا كده في تيبل عندي اهو، او التيبل ده بدخل بيه عليه، الاقي اول عمود في التيبل اللي هو بروبيشنال ديبس اللي هو الدي سمول على الدي كابيتال. يبقى انت كده اول عمود بتاعك اللي هو الدي سمول على الدي كابيتال. طيب تاني حاجه بقى بقابلها اللي هي ايه؟ اللي هي البروبيشنال فيلوسيتي اللي هي الفي ديزاين على الفي فول. يبقى انت بتدخل بالدي سمول على الدي كابيتال، تدخل تجيب الفي ديزاين على الفي فول. طب تالت عمود اللي هو الكيو ديزاين على الكيو فول، فانت بتدخل بالدي على الدي تجيب بقى الكيو ديزاين اللي انت هتصمم عليها نسبه او مقارنه بالكيو فول لو هي الماسوره كلها مليانه، وبتدخل بقى تجيب برضو الفي ديزاين على الفي فول اللي هي القيم بتاعت الجدول دي. يعني نسبه الفي اللي انت هتصمم عليها للفي لو الماسوره كلها مليانه. احنا طبعا الماسوره بتاعتنا كلها مش مليانه، فانت بتدخل الجدول ده تجيب الكيو ديزاين على الكيو فول والفي ديزاين على الفي فول. طب ده كله بدلاله ايه؟ بدلاله الدي سمول على الدي كابيتال. طب هو الدي سمول على الدي كابيتال اساسا جبتها منين؟ جبتها عن طريق ان انا شفت هل الدايمتر بتاعي اقل من ال 700 ولا اكبر من ال 700. طيب يبقى انا كده خلاص جبت الدي على دي، دخلت التيبل جبت كيو ديزاين على كيو فول وفي ديزاين على الفي فول. طيب يبقى انا كده هعمل ايه؟ انا اللي معايا بقى كيو ديزاين ولا كيو فول؟ لا، اللي احنا عملناهم الستة كيو اللي احنا جبناهم دول وخدنا الماكسيمم من كونتين ده كان كيو ديزاين اللي هو انا هصمم عليه، فمن هنا اقدر اجيب الكيو فول. يبقى انت هتجيب الكيو فول ازاي؟ عن طريق ان انت تقول الكيو فول دي بتساوي الكيو ديزاين على القيمه اللي انت جبتها من الجدول. كده انت جبت ايه؟ كده انت جبت كيو فول. طيب بعد ما جبت بقى كيو فول المفروض اجيب بقى الديامتر بتاعي بقى اللي هو المفروض اللي انا هشتغل عليه، الديامتر اللي انا جبته فوق ده اللي هو الدي ابروكسيمت عشان بس اقدر ادخل الجدول بتاعي. طب انا بقى عايز اجيب الدي الديامتر الاكزاكت بتاعي، عايز اجيب الديامتر بتاع الماسوره اللي انا فعلا هشتغل عليها، اعمل ايه بقى؟ انا كده خلاص جبت الكيو فول، اقول ان هي بتساوي باي دي سكويرد على 4 في الفيلوستي، والفيلوستي هنا هفرضها ب1 متر على الثانيه. احنا الفيلوستي فوق فرضناها ب8 من 10، هنا فرضناها على الواحد. طب ليه فرضناها بقيمه اكبر منها؟ لان انت الديامتر بتاعك انت خلاص انت كنت فوق فرض ان انت هتشتغل على ايه؟ على المفروض قيمه اقل من القيم بتاعتك. يعني انت الفلوس بتاعتك كنت فرضها لان انت كنت شغال على ديامتر اكبر. طب انا دلوقتي شغال على ديامتر اقل، فتفرض الفي بتاعتك اكبر اللي هي ب1 متر على الثانيه. طيب يبقى انت كده الكيو فول بتاعتك بتساوي باي دي سكويرد على 4 في الفي اللي انت هتفرضها ب1 متر على الثانيه. من هنا بقى جبت الديامتر بتاعك وتقربه لاقرب ب 10 سنتي، او يعني مثلا الديامتر الكوميرشال بتاعك اللي هو ايه 100 200 300 400 500 600 وهكذا. يعني فلو طلع لك قيمه من النص يا اما تاخد الاكبر يا اما تاخد الاقل، عادي جدا يعني. ومن هنا تقدر تجيب الدي كوميرشال بتاعتك. طيب انت كده خلاص يبقى احنا كده عملنا ايه؟ اول حاجه حسبناها جبنا الكيو ديزاين، بعد كده من الكيو ديزاين جبت الدي ابروكسيمت عشان اقدر ادخل التيبل، وبعد ما دخلت التيبل جبت النسبه بين الكيو ديزاين على الكيو فول وجبت منها الكيو فول ومنها جبت الديامتر بتاعي. عايز بقى اجيب الفي فول اكشوال اللي هو المفروض، مش انا خلاص الدايمتر ده قربته وجبت الدي كوميرشال، هات بقى الاكشوال بتاعك اللي هو الكيو فول على باي دي سكويرد على 4. كده انت خلاص بقى جبت الفي فول اكشوال بتاعك. طب ايش ضمني بقى ان الدايمتر بتاعي ده سيف؟ طب يعني ايه سيف اساسا؟ سيف يعني لازم اتشك ان الفيلوسيتي بتاعتي بين المينيمم والماكسيمم، فلازم اتشك ان الفيلوسيتي بتاعتي بين 6 من 10 وبين الثلاثه، ال 6 من 10 دي اللي هي الفي مينيمم والثلاثه دي اللي هي الفي ماكسيمم. طيب هل اقارن الفي فول ولا اقارن الفي ديزاين؟ لا انا ماليش دعوه بالفي فول، الفي فول دي بس انا جبتها كخطوه تمهيديه عشان اجيب الفي ديزاين اللي انا هصمم عليها، لان الماسوره بتاعتي انا ما بصممهاش على انها مليانه. فبعد ما جبت الفي فول اكشوال هتدخل تجيب ايه؟ الفي ديزاين. طيب انا معايا الفي فول، ازاي هجيب الفي ديزاين؟ ما خلاص بقى ما انت دخلت التيبل وجبت كيو ديزاين على كيو فول وفي ديزاين على الفي فول. خلاص جبت في ديزاين على في فول ومعاك الفي فول، تقدر تجيب الفي ديزاين وتتاكد ان هي بين 6 من 10 والثلاثه. طب لو ما طلعتش ويزن رينج ده، لا ترجع تغير الدايمتر بتاعك او تقول له انسف، يعني في الامتحان هتقول له انسف وخلاص مش هترجع تغير الدايمتر يعني. طيب كده انت خلاص جبت الايه؟ جبت الفي ديزاين بتاعتك وتشكيت ان هي بين 6 من 10 والثلاثه. طب انا بقى لحد دلوقتي عملت ايه؟ كده جبت الكيو اللي ماشيه في الماسوره وصممت الماسوره وتاكدت ان الفلوستي بتاعتي سيف، بس اتاكدتش على المينيمم، انا اتاكدت بس ان الفي ديزاين بتاعتي بين المينيمم والماكسيمم اللي هي 6 من 10 والثلاثه. طب الماسوره بتاعتي بقى، مش احنا قلنا ان هي هتبقى ماشيه اندر جرافيتي؟ يبقى معنى كده ان الماسوره بتاعتي هتكون مايله، فانا محتاج اشوف الماسوره بتاعتي دي هتكون مايل، عايز اجيب الميل بتاعها. طيب هجيب الميل بتاعها ازاي بقى؟ من قانون احنا كنا واخدينه قبل كده ان الفي فول اكشوال
بتساوي 1 على ان الار اس 2 على 3 جذر الاي اللي احنا كنا واخدينه في الهيدروليكس. ايه الان ده؟ اللي هو الرفنس كوفيشنت اللي هو مثلا مش مدولك بيبقى 0.12. طب الار دي اللي هي ايه؟ اللي هي الهيدروليك ريديوس اللي احنا كنا بنقول يا هو احنا هنا نشتغل على باي، فانت الار بتاعتك على طول اللي هي الديامتر على 4، ده اللي هو الهيدروليك ريديوس اللي احنا كنا بنجيبه، بس هو دايما عشان احنا شغالين على باي بيبقى دي على 4. فيبقى انت عندك الفي فول اكشوال بيساوي 1 على ان الار اس 2 على 3 جذر الاي. انت خلاص جبت الفي فول اكشوال ومعاك طبعا الديامتر ومعاك الان، تقدر تجيب من هنا الاي اللي هو السلوب بتاع السور بتاعك. كده انت خلاص جبت الماسوره بتاعتك مايله قد ايه او السلوب بتاعها قد ايه. طيب في حاجه ناقصه اخيره بقى، ان احنا نتشيك على المينيمم فلو. مش احنا هنا كنا جايبين كيو مينيمم قلنا عشان هنعمل تشيك عليها؟ اه. فاحنا هنجيب بقى كيو مينيمم نعمل عليها تشيك. هنقول ان كيو مينيمم على كيو فول دي طبعا عندي. ايه ده عندي ازاي؟ مش انت جايب الكيو مينيمم من هنا اللي انت قلت اللي هي كيو 3 زائد كيو 5؟ اه. طب الكيو فول جبتها منين؟ اللي هي ايه؟ اللي هي باي دي سكويرد على 4 في الفي. طب اقسمهم على بعض. بعد ما قسمتهم على بعض بقى هتدخل التيبل. احنا قبل كده كنا بندخل التيبل بالدي سمول على دي كابيتال اللي هي بتلتين او بتلاته على 4. دلوقتي بقى انت هتدخل بكيو مينيمم على كيو فول، هتدخل في العمود بتاع الكيو مينيمم على كيو، هتدخل في العمود بتاع الكيو على كيو اللي هو الرقم اللي هيطلع لك هنا، وتدخل التيبل تجيب في مينيمم على في فول. انت من الاخر الجدول اللي بتدخله ده على حسب انت بتدخل على ايه بتطلع حاجه زيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دخلت مثلا بنسبه امتلاء دي على دي كابيتال بتلاته على 4، يبقى انت كده ساعتها هتجيب كيو على كيو. الكيو اللي فوق دي لو انت كنت ماشي بالماسوره مليانه ثلاث ارباعها، والكيو اللي تحت لو انت كنت ماشي بالكيو كامله عشان انت كنت داخل على دي بدي سمول على دي كابيتال. طب انا دلوقتي بقى هدخل على ايه؟ هدخل بكيو مينيمم على كيو فول، فالفلوست اللي انت هتطلعها برضو هتبقى في مينيمم على في فول، فانت على حسب انت بتدخل ايه هتخرج ايه. طب انا دلوقتي هدخل بكيو مينيمم على كيو فول، هدخل التيبل اجيب ايه؟ اجيب في مينيمم على في فول. ايه اللي معايا وايه اللي مش معايا؟ معايا طبعا في فول انا جايبها فوق، ادخل من هنا اجيب الفي مينيمم واتاكد ان هي اكبر من 0.45 متر على الثانيه. يبقى انا كده خلصت المساله بتاعتي. يبقى انت اول مساله، انت اول خطوه جبتها اللي انت حسبت الكيو، ثاني خطوه عملت ابروكسيمت ديزاين بس عشان تشوف هتدخل التيبل ب2 على 3 ولا ب3 على 4، وبناء عليها جبت الكيو فول اللي هي طبعا الكيو لو انا عندي الماسوره كلها مليانه. طب انا هعمل ايه بالكيو دي؟ ده بس عشان اجيب الديامتر بتاع الماسوره كلها. بعد ما جبت الديامتر بقى هتبدا بقى تدخل بقى تجيب الفي فول اكشوال بناء على طبعا الدي كوميرشال اللي انت جبتها، وتبدا بقى تجيب الميل بتاعك يعني الماسوره بتاعتك مايله بقد ايه، ومن هنا تقدر تجيب الاي، وما تنساش تتشيك على المينيمم فلو. طيب لو انا مثلا طلعت بقى شويه ملحوظات، لو انا مثلا طلعت الاي بتاعتي بالرقم ده اللي هو 1.3318 في 10 سالب 3 وبصيت في الاختيارات ما لقيتش الرقم ده، فممكن يديلك الرقم ده بكذا طريقه. اول طريقه مثلا اللي انت مثلا لو دخلت على الاله دخلت واحد على الرقم ده هيطلع لك 970، فده معناه ان الماسوره مايله بميل 1 على 970. او ممكن يديلك بطريقه ثانيه، انت عندك هنا 1.0318 في 10 سالب 3، ف 10 سالب 3 بقى بيعوضها لك بالعلامه دي اللي هي بيكون زي علامه نسبه مئويه بس بدل او تحت معناها تحت 2 او، يعني دي معناها في الالف، يعني كانه 1.0318 في الالف. او ممكن يديها لك طبعا 0.103 في الميه او 1.0318 متر لكل كيلو. متر لكل كيلو يعني لو هتحول كيلو لمتر فكانك بتضرب 10 سالب 3. فلو انت مثلا طلعت الاي بالرقم ده وما لقيتوش في الاختيارات فممكن يدولك بكذا طريقه زي ما احنا قلنا كده يعني. طيب لو هو بقى قايل لك مثلا في السؤال انا مدي لك مثلا 60% بروبيشنال فلو وعايز الفلوستي بتاعتي، اوعى إيه تدخل بقى بالدي سمول على الدي كابيتال ب 6 من 10. شوف ال 60% دي اللي هي ايه؟ فهو قال لك ان ال 60% بتاعتي بروبيشنال فلو، يعني دي كده الكيو سمول على كيو كابيتال اللي انت بتاع، يعني انت كده هتدخل الجدول في العمود بتاع الكيو ب 6 من 10 ومنها تقدر تجيب الفي بتاعتك. فانت تشوف ال 60% اللي مديها لك دي بروبوشنال فلو ولا بروبوشنال ديبس. لو بروبوشنال ديبس يبقى تدخل بدي على دي ب 6 من 10، لو بروبوشنال فلو تدخل بقى على العمود بتاع الكيوب 6 من 10 وتجيب بقى اي حاجه انت عايزها من الجدول. طب لو قايل لك بقى طالب منك في السؤال المينيمم سلوب، يعني هو قايل لك مثلا عايزك تصمم لي الماسوره دي او تجيب لي المينيمم سلوب بتاعها، فدايما المينيمم سلوب بتاعك هيبقى عند المينيمم فيلوسيتي. يعني انت عندك الماسوره لما تكون مايله اقل ميل فساعتها انت الفيلوستي اللي هتبقى ماشيه في الماسوره دي هي المينيمم فيلوستي. طب يعني ده معناه ايه من الاخر؟ يعني انت كده هتحط الفي بتاعتك ب 6 من 10 متر على الثانيه ومنها تقدر تجيب الاي مينيمم. مش احنا عندنا القانون في بتساوي 1 على ان ار اس 2 على 3 جذر الاي؟ اه. ساعتها بقى الفي بتاعتك هتبقى جيفن ب 6 من 10 ومنها بقى تقدر تجيب الاي مينيمم بتاعتك. طيب لو هو بقى مديلك الميل بتاع الماسوره اساسا، يعني الاسلوب ده جيفن اساسا، طب واحنا بنعمل ديزاين بقى مش احنا هنا كنا بنحط، يعني لما جينا هنا في الخطوه بتاعت الفي دي قلنا الكيو فول بيساوي باي دي سكويرد على 4 في الفي، وقلنا هفرض ان الفيلوستي بتاعتي ب1 متر على الثانيه. لا مش هفرضها بقى ب1 متر على الثانيه، امال هتفرضها بايه بقى؟ هتجيبها بقى من القانون بتاعك اللي هو 1 على ان الار اس 2 على 3 جذر الاي.
لان انت لما اللي انت عملته فوق ده لما كانت الاي بتاعتك مجهوله، لكن انت دلوقتي خلاص هو مديلك الاي اساسا، فساعتها بقى تمشي بالعكس، يعني القانون ده كده تقدر تجيب منه الفلوسيتي، ومن الفلوسيتي تمشي بقى بالعكس بتاعتك وتجيب اي حاجه هو عايزها، فعلى حسب هو مديلك ايه انت تدخل في المساله ازاي. فلو انت عندك مساله ديزاين عاديه خالص هتمشي بالستبس اللي موجوده قدامك دي، رقم واحد تجيب الكيو ديزاين، رقم اتنين تعمل ابروكسيمت وتدخل التيبل بتاعك، ومن التيبل ده تجيب الكيو ديزاين على كيو فول. طب هجيب انا انت اساسا هتصمم على الكيو ديزاين، امال هتجيب كيو فول ليه؟ كيو فول دي بتجيبها عشان تجيب الديامتر التوتال بتاع الماسوره بتاعتك، يعني الماسوره بتاعتك قطرها قد ايه. طيب وبعد كده بقى بتروح تجيب الفي ديزاين بتاعتك وتتاكد ان هي بين 6 من 10 وال3. هيطلب منك مثلا ميل الماسوره، هو مفيش غير قانون واحد بس بتاع ميل الماسوره اللي هو الفي فول اكشوال بيساوي 1 على ان دي على 4 اس 2 على 3 جذر الاي. هيكون ناقص لك اخر خطوه بس ان انت تعمل تشيك على المينيمم فلو بتاعك، يعني انت ما انت وارد جدا ان في اي وقت من الاوقات يمشي لك المينيمم فلو ده، يعني الفلو القليل ده هو اللي يمشي في الماسوره بتاعتك، فساعتها بقى انا لازم اتاكد ان المينيمم فلو ده مش هيعدي قيمه معينه اللي هي الاو بوينت 4 5. فالكيو مينيمم على كيو فول، طبعا عندي كيو مينيمم وعندي كيو فول، ادخل التيبل اجيب في مينيمم على الفي فول، معايا الفي فول اجيب في مينيمم واتاكد ان هي اكبر من 0.45 5. فدي تقريبا كل الخطوات اللي هنعملها، اللي احنا ازاي نحسب الكيو وازاي نحسب الفلوسيتي والديامتر. فهنبدا دلوقتي يعني في مثال الشيت نطبق على الكلام ده. فحد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ خلاص تمام. مثال الشيت بقى اول مساله في الشيت بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي مدينه هصممها، والديزاين بوبوليشن بتاعي هصممها على بوبوليشن 250000 250000 نسمه. يبقى انت عندك مدينه بتاعتك فيها البوبوليشن بتاعك 250000، وبيقول لك الافريج انيوال ووتر كونسامشن، خد بالك هنا قايل لك الووتر، يعني ده الافريج ووتر كونسامشن، يبقى انت كده هتضربه في 8 من 10 عشان تحول الميه دي لصرف، فتضربها في 8 من 10، يبقى هو كده مديك الافريج انيوال ووتر كونسامشن مديهولك، ومدي لك الماكسيمم والمينيمم انفلتريشن 160 متر مكعب برديه لكل كيلو اوف سيورز اوف سيورز. طيب يبقى احنا قلنا كده الانفلتريشن يا اما يدولي متر مكعب بردي، يا اما يدولي متر مكعب بردي لكل كيلو، او متر مكعب بردي لكل هكتار. هو هنا مدولك متر مكعب لكل دي لكل كيلو اوف سيورز، يبقى انت كده محتاج تجيب ايه؟ اطوال المواسير. طب اطوال المواسير هتجيبها ازاي؟ زي ما قلنا، قلنا اللي انت كده محتاج تجيب طول الطريق وتضربه في 8 من 10، كده انت جبت اطوال المواسير بتاعتك. طيب ده بالنسبه كده للانفلتريشن، وهنقدر نجيب الكيوهات بتاعتنا. ناقص لنا المطر، هو قايل لك بقى ان المطر بتاعك مدي لك الاي بتاعتك 10 مللي برداي، ومدي لك الران اوف كوفيشنت بتاعتك اللي هي السي، بيقول لك للروفس بتاعتك السي ب 2 من 10 وللطريق السي ب 4 من 10، ومدي لك بقى الحاجات اللي انت تحتاجها، مدي لك التوتال اريا بتاعت ريزيدنشال سيورد زونز والتوتال اريا اوف بابليك جاردنز اند ان سيورد زون. مش هنستخدم القيمه دي اللي هي الان سيورد، احنا دايما هنشتغل على السيورد، فانت دايما ال 300 هكتار دي لو مديها لك شيلها، انت كده كده مش هتستخدم القيمه دي. طيب بعد كده بقى هو ايه اللي مدولي تاني؟ بعد ما مديني التوتال اريا مدي لك التوتال اريا فور رودز، مدي لك طبعا الاريا بتاعت الطريق. طب مديني ليه الاريا بتاعت الطريق؟ عشان تجيب منها طول الطريق وتضربه في 8 من 10 تجيب اطوال المواسير، ومدي لك الافريج رود ويدث عشان تجيب منه عرض الطريق بتاعك، وبيقول لك اعمل لي ديزاين للكومبايند سيور. هو هنا قايل لك ايه بقى؟ قايل لك كومبايند، يبقى انت كده المطر هيدخل معاك. طب لو ما كانتش كومبايند يبقى انت كده المطر بتاعك مش هتدخله معاك. طيب تعال نشوف هنحل ازاي. اول حاجه بتشوفها الاول انا اشوف البوبوليشن بتاعي هل اقل من 80000 ولا اكبر من 80000. هنا قال لك ان البوبوليشن 250000 يعني اكبر من 80000، بس طبعا احنا قلنا خلاص صح البوبوليشن مش هيفرق معانا سواء اقل من 80000 او اكبر من 80000، هنستخدم المعادله بتاعتنا اللي هي البي فلو فاكتور بيساوي 5 على بي اس سوتس، فاحنا دايما هنستخدم المعادله دي. فانا ما يهمنيش بقى ما يهمنيش البوبوليشن بتاعي اقل من 80000 ولا اكبر من 80000. طب البي دي بقى هعوض عنها بايه بقى؟ هنا قايل لك البوبوليشن 250000، فانت هتقسم على 1000 عشان احنا قلنا البوبوليشن ده بيكون بالثاوسندز، فانت هتقسم 250 على 1000، يبقى انت كده هتعوض عن البي دي ب 250. طب كده انت جبت ليه؟ كده انت جبت البي بتاعتك. هتجيب بقى الست كيوهات اللي احنا قلنا عليهم، كيو ماكسيمم سمر وكيو ماكسيمم وينتر وكيو مينيمم وينتر. طيب خد بالك بقى في الانفلتريشن، احنا قلنا كان مدينا الانفلتريشن 160 متر مكعب برديه لكل كيلو اوف سيور، يبقى انا كده محتاج اجيب اطوال السيور بتاعتي. فهجيب الاول طول الطريق اللي هو مساحه الطريق على عرض الطريق، وهضربها في 8 من 10 عشان اجيب ال ال سيور بتاعتي، واجيب بقى كيو ماكسيمم انفلتريشن وكيو مينيمم انفلتريشن. طيب ناقص لي كده بقى اللي انا اجيب ايه؟ اجيب الكيو رين. طب الكيو رين بتاعتنا قلنا ان هي بتساوي ايه؟ قلنا ان هي بتساوي السي في الاي في الاي. طب السي دي اللي هي ران اوف كوفيشنت كان مدي لك ب 4 من 10 للروفز، وكان مدي لك 2 من 10 للرودز، او العكس مدي لك 6 4 من 10 للرودز ومدي لك 2 من 10 للروفز بتاعتك. طيب ادي كده انا معايا السي،
طب الاي دي بقى اجيبها ازاي؟ ما احنا قلنا خلاص الاي مديها لنا هو 10 مللي بير داي. طب مللي يبقى انت كده تقسم على 1000، بير داي يبقى انت تقسم على 24 في 3 600، وقايل لك ان الكلام ده لكل كيلو اوف سيورز، يبقى انت كده محتاج تضرب في الليل بتاعت السيور اللي هي كام؟ اللي هي 52 في 10 في 65 في 10 اس 3. طيب بعد كده المفروض زائد 2 من 10 في الاي في الاريا بتاعت الروف. الاريا بتاعت الروف بقى هو كان قايل لك ان الاريا التوتال بتاعتك اللي هي ب 350. طب كده انا خلاص جبت الكيو رين، قلنا بقى احنا بنجيب ايه؟ بنجيب الكيو ديزاين، وقلنا اللي هي الماكسيمم من قيمتين. ايه هم القيمتين اللي احنا بنجيبهم؟ اللي هي كيو 1 زائد كيو 4 وكيو 2 زائد كيو 5 زائد كيو 6. احنا جبنا اهو كيو 1 زائد كيو 4 وكيو 2 زائد كيو 5 زائد كيو 6، وخدنا الماكسيمم منهم، وهو ده اللي انا هشتغل عليه اعمل ديزاين. طيب وقلنا تاني في قيمه بنجيبها للديسشارج اللي هي ليه؟ عشان نعمل تشيك على المينيمم فلور. فهنجيب كيو مينيمم اللي هي احنا قلنا اللي هي كيو 3 زائد كيو 5، فتجيب كيو 3 اهي زائد كيو 5 تقدر تجيب كيو 5. تمام كده انا جبت الكيو ديزاين. ابدا بقى في الديزاين اوف فايبس في الخطوات اللي احنا قلنا عليها في تاني صفحه. قلنا اللي هي ايه بقى الخطوات بتاعتنا؟ قلت اول خطوه اللي انا بجيب الكيو ديزاين، خلاص جبت الكيو ديزاين. تاني خطوه بقى اعمل ايه؟ اعمل ايه ابروكسيمت ديزاين، ان انا اقول الكيو ديزاين بتاعتي دي بيساوي باي دي ابروكسيمت سكوير ده على الاربعه في الفي اللي انا بفرضها ب 8 من 10. وقلنا الخطوه دي بعملها ليه؟ عشان اعرف ادخل التيبل بتاعي بس. فانا كده جبت الدي ابروكسيمت وشفتها لقيتها اكبر من ال 700، يبقى انا كده نسبه الامتلاء بتاعتي 3 على 4. يبقى انت كده تدخل التيبل بتاعك بدي على دي ب 3 على 4. فين التيبل برضه عشان نكون مجمعين؟ اهو ادي ده التيبل بتاعك، فتدخل بدي على دي ب 0.75 اللي هو ده. فانت هتدخل كده بالصف بتاعك اللي هو ده، فانت هتدخل بدي على دي ب 3 على 4 تجيب هتلاقي، شوف كده انت بتبص في انهي عمود عشان ما تتلخبطش، ده العمود بتاع الديسشارج ولا بتاع الفلوستي؟ هتلاقي مكتوب فوق البروبوشنال فلوستي، يبقى هو ده الفي ديزاين على الفي فول. فانت تدخل ب 0.75 تجيب في ديزاين على في فول اللي هي تطلع ب 1.1335، وتجيب بقى برضه من هنا كيو ديزاين على كيو فول اللي هي تبقى 0.919. كده انت خلاص دخلت التابل جبت في ديزاين على في فول وكيو ديزاين على كيو فول. طب انا كده جبت كيو ديزاين على كيو فول، طب مش انا معايا كيو ديزاين اساسا؟ اه كده اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الكيو فول. من الكيو فول بقى اقدر اجيب قطر الماسوره بتاعي، يبقى اقول كيو فول بتساوي باي دي سكوير ده على 4 في الفي بتاعتي اللي انا بفرضها بواحد. ومن هنا اقدر اجيب الديامتر بتاعي، طبعا ما فيش ديامتر ب 1170، فانا بقربه يخليه 1100 يخليه 1200. هنا مثلا انا خليته ب 1100، كده انا جبت الدي كوميرشال بتاعي. طب انا كده قربت الديامتر، فمحتاج اجيب السرعه الاكشوال، فاجيب في فول اكشوال اللي هي الكيو على باي دي كوميرشال سكوير ده على 4. كده انا جبت الفي فول الاكشوال بتاعتي. طيب محتاج اعمل تشيك، فلازم اجيب الاول الفي ديزاين. طب مش انا جايب من الجدول في ديزاين على في فول؟ اه. وانا لسه جايب الفي فول؟ اه. فاقدر اجيب في ديزاين. الفي ديزاين بقى دي لازم تكون بين كام وكام؟ بين 6 من 10 و3. اتاكدت ان هما بين الاثنين قوي، يبقى انت كده الدايمتر بتاعك سيف وكل حاجه. طيب عشان اكمل الديزاين محتاج اجيب ميل الماسوره. هو قانون واحد انا عارفه ميل الماسوره، الفي فول بيساوي 1 على ان دي على 4 باور 2 على 3 جذر الاي. من هنا اقدر اجيب الاي. طيب بعد ما جبت الاي محتاج ناقص لي بس اخر خطوه، اللي انا اعمل تشيك على المينيمم فلو. مش انا جايب كيو مينيمم؟ اه اعمل تشيك عليها بقى، ان الكيو مينيمم دي لما تبقى ماشيه في الماسوره من الفيلوسيتي بتاعت الميه اللي في الماسوره مش هتبقى اقل من المينيمم. فطالما جبت الكيو مينيمم على كيو فول جبتها بقيمه بقى، القيمه دي بقى تدخل التيبل بتاعك تجيب في مينيمم على الفي فول. يعني انت كده خلاص جبت كيو مينيمم على كيو فول ب 0.16 مثلا، هتدخل بقى التيبل بتاعك بكيو مينيمم على كيو فول. يبقى انت كده بتدور في العمود الثالث ده، قلنا احنا عايزين نجيب كيو مينيمم على كيو فول بكام؟ ب 0.16. فتدخل ب 0.16، فين 0.16؟ فتبدا تدخل ب 0.16 اهي اللي هي القيمه دي مثلا. فساعتها مثلا تقريبا يعني الفي مينيمم على الفي فول طلع تقريبا ب 0.73 تقريبا يعني. فانت بتدخل وبتشوف القيمه بتاعتك، فانت جبت الفي مينيمم على الفي فول ب 0.73. طب ايه اللي معايا من القيمتين دول؟ معاك الفي فول اكشوال اهي انت لسه جايبها، تجيب من هنا الفي مينيمم وتتاكد ان الفي مينيمم دي اكبر من الفلوست المينيمم بتاعتك اللي هو 0.45. فانت من الاخر الحوار ده كله صعوبته بس في حفظ القوانين والكلام ده كله، بس طبعا في كويز بكره لو انت حاطط الورقتين دول قدامك ممكن تبص فيهم عادي جدا يعني، يبقى معاك الكيوهات ومعاك طبعا الستبس بتاعتك، فتمشي على حسب الستبس دي وتشوف هل سيف ولا ان سيف والكلام ده كله يعني. فدي اول مساله، حد عنده اسئله فيها؟ تمام. تاني مساله بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي ماسوره كومبايند، كومبايند ده استنتج منها ايه؟ ان انا هاخد الرين معايا، ومديك بقى الديامتر بتاعها اللي هو ب 30 انش، ومدي لك الان، وبقول لك ان انا عندي الكيو ماكسيمم بتاعتي 300 لتر في الثانيه ات 3 على 4 من الهايت. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني لما تكون الدي سمول على الدي كابيتال ب 3 على 4، انا عارف ان الكيو اللي هتمشي في الحاله دي ب
ب 300 لتر على الثانيه. يبقى انت قبل كده كنت بتعمل ابروكسيمت ديزاين عشان تشوف نسبه الامتلاء بتاعتك. لا، هنا المساله بتاعتك العكس بقى، بيقول لك لما كانت نسبه الامتلاء بتاعتي 3 على 4 كانت الكيو اللي ماشيه ب 300، ومدي لك الكيو مينيمم عشان تعمل عليها تشيك ب 150. وقال لك ايه بقى؟ بيقول لك احسب لي الماكسيمم، يعني بيقول لك احسب لي الماكسيمم ديزاين الووتر بتاعتك لما تكون البايب دي نص ممتلئ، يعني لما تكون نسبه الامتلاء بتاعتك 50%، هات لي الكيو اللي هتبقى ماشيه في الحاله دي. فانت كده عايز تجيب لما الكيو بتاعتك لما دي سمول على دي كابيتال ب 50%، عايز تشوف الكيو. انت خلاص عارف لما دي على دي ب 3 على 4 هيمشي كيو قيمته كذا، طب لما دي على دي تبقى بنص هيمشي كيو قد ايه؟ فهو عايز بقى الكيو دي. فده كده اول سؤال. طب تاني سؤال طالب منك ايه؟ بيقول لك هات لي الديزاين فيلوستي والسلوب، بيقول لك هات لي الفي ديزاين وهات لي الميل بتاعك. طب تالت مطلوب بيقول لك هات لي الفيلوستي ات مينيمم، يعني لما يمشي مينيمم فلو هات لي الفيلوستي، وهات لي الماكسيمم، يعني هات لي الفيلوستي في حاله المينيمم وفي حاله الماكسيمم. وبيقول لك هات لي الدبس بتاع الميه لما الكيو مينيمم تبقى ماشي، يعني لما تبقى الكيو مينيمم هي اللي ماشيه في الماسوره الدي سمول هتبقى بتاعتي بكام. فهي هي نفس الخطوات اللي انت عارفها، بس هو الفكره بس ان هو الخطوات بتاعتك مش، يعني انت مش هتبقى مستسلمه زي ما انت عارف يعني. طب ايه اللي هيفرق يعني؟ شوف هو مدي لك ايه وانت ومحتاج ايه، فانت هتلاقي الدنيا معاك ماشيه. يعني ايه؟ مش هو هنا مديني الدي كابيتال؟ اه مديني الدي كابيتال. ومديك دي سمول على الدي كابيتال؟ اه مديني الدي سمول على الدي كابيتال. خلاص طالما مديك الدي سمول على الدي كابيتال خش التيبل. فخش هتخش التيبل هتجيب الكيو ديزاين على كيو فول. طيب هو هنا بقى مدي لك كيو ديزاين ولا كيو فول؟ قبل كده كان بيبقى مديك الكيو ديزاين وانت بتبقى عايز الكيو فول. طب هنا بقى هو مديك الكيو ديزاين ولا كيو فول؟ لا، هو هنا مدي لك برضه الكيو ديزاين، يعني قال لك لما مشي 3 على 4 الدبس كانت الكيو اللي ماشيه ب 300، فانت كده محتاج تجيب ايه؟ محتاج تجيب الكيو فول. طب من الاخر انا مش عارف الكيو دي كيو ديزاين ولا كيو فول، اعمل ايه؟ مش انت عارف ان الدي سمول على الدي كابيتال ب 3 على 4؟ اه دي انا عرفت. وهتدخل الجدول تجيب كيو ديزاين على كيو فول. طيب انت متوقع بقى ان كيو ديزاين ولا كيو فول هتطلع الكبيره؟ لا طبعا كيو فول هي اللي هتطلع الكبيره، لان انت عندك لما الماسوره تبقى مليانه ده هيديك ديسشارج اكبر من ان الماسوره تبقى 3 ارباع مليانه. فهو قايل لك بقى ان الكيو لما كانت الدي بتاعتك ب 3 على 4 كانت ب 300، يعني هو كده مديك اهي، مديك بقى الكيو ديزاين اللي هو فوق، يعني انت عايز تجيب قيمه اقل من قيمه اكبر من دي. يعني هو مديك كده الكيو ديزاين وانت محتاج تجيب الكيو فول. فانت هتجيب الكيو فول ازاي؟ اللي هي القيمه اللي هو مديها لك دي هتقسمها على 3 على 4، تجيب من هنا او تقسمها على الكيو ديزاين على الكيو فول اللي انت جبتها من التيبل دي، تجيب الكيو فول بتاعتك. يبقى هو كده مديني كيو ديزاين، وانت دخلت التيبل جبت كيو ديزاين على كيو فول، جبت من هنا كيو فول. طب بس هو بقى مش عايز كيو فول، هو قال لك هات لي الكيو اللي هتبقى ماشيه لما الدي سمول على الدي كابيتال بتاعتي تبقى بنص. طب ايه المشكله؟ ادي الدي على الدي سمول بتاعتي بنص، هدخل اجيب كيو ديزاين على كيو فول من التيبل هتطلع بنص. هو بقى عايز ايه؟ عايز منك الكيو ديزاين. طب مش انت لسه جايب كيو فول؟ اه يبقى تضرب كيو فول في نص تجيب الكيو ديزاين. ده كده كان اول مطلوب. تاني مطلوب قال لك لما كانت نسبه الامتلاء بتاعتي ب 3 على 4 هات لي الفيلوستي اللي هتبقى ماشيه. طيب خلاص ايه المشكله؟ لما كانت الدي على دي ب 3 على 4 دخلت التيبل جبت في ديزاين على في فول. طيب بعد الفي ديزاين على في فول هعمل ايه؟ هو طالب منك الفي ديزاين، فلازم عشان اجيب في ديزاين يكون معايا ايه؟ يكون معايا في فول. طب في فول هجيبها ازاي؟ خلاص انت عارف ان الفلوستي بتساوي كيو فول على اريا فول. طب كيو فول مش انا جبتها من الاول هي اللي هي 0.329؟ اه تمام. هتقسمها على ايه بقى؟ هتقسمها على اريا فول اللي هي باي دي سكويرد على 4. من هنا بقى تقدر تجيب الفي فول. طب خلاص بقى جبت الفي فول، اجيب بقى من هنا الفي ديزاين عادي جدا. قال لك هات لي ميل الماسوره. خلاص هو قانون واحد بس انت عارفه لميل الماسوره، ان الفي فول بتساوي 1 على ان دي على 4 اس 2 على 3 جذر الاي. طب يبقى هو بس هو كل اللي انت محتاج تجيبه ايه؟ اول ما تدخل المساله تجيب الكيو فول وفي فول، وبناء عليها بقى اي حاله هيقول لك بقى لو نسبه الامتلاء مثلا ب 2 من 10 ب 3 من 10 يقول اي قيمه. طالما انت معاك الكيو فول والفي فول تقدر تجيب اي حاجه. فانت يبقى كل هدفك من نوعيه المسائل اللي زي دي ان انت تجيب الكيو فول والفي فول، هي دي كل الفكره بس في المساله دي. طيب ثالث مطلوب بقى كان قايل لك ايه؟ قايل لك هات لي الفي لما يكون ماشي عندك كيو مينيمم، يعني لما الماسوره تبقى ماشي فيها كيو مينيمم هات لي السرعه في الحاله دي. خلاص هجيب كيو مينيمم على كيو فول، ومن هنا اقدر اجيب ايه؟ في ديزاين على في فول. فخلاص من هنا معايا الفي فول اقدر اجيب الفي ديزاين اللي هو عايزه. فانت خلاص من الفي ديزاين من الفي فول اللي عندك قدرت تجيب الفي ديزاين. طيب هو بقى عايز يجيب منك برضو الفلوس في حاله الماكسيمم. طب يبقى انا كده هدخل التيبل بقى بايه؟ مش كيو مينيمم على كيو فول، كيو ماكسيمم على كيو فول. فادخل بكيو ماكسيمم على كيو فول التيبل اجيب في ديزاين على في فول، ومعايا طبعا الفي فول اجيب في ديزاين. فهو يقول لك مثلا في السؤال لما يمشي المينيمم هات لي كذا، اول ما يقول لك هات لما يمشي المينيمم فخلاص انت عارف ان انت هتدخل التيبل بكيو مينيمم على كيو فول. طب لو قال لك لما يمشي الماكسيمم
فتجيب كيو ماكسيموم على كيو فول، تدخل التيبل تجيب الايه النسبه بين الفلوسز. فانت بس تكون عارف بس انت بتتكلم في انهي حاله، بتتكلم في حاله المينيمم ولا بتتكلم في حاله الماكسيموم. طيب اخر مطلوب كان قايل لك ايه بقى؟ كان قايل لك لما يمشي المينيمم قول لي نسبه الامتلاء ساعتها هتبقى بكام. طالما قال لك زي ما قلنا، طالما قال لك لما يمشي المينيمم يبقى انت هتعمل ايه؟ تجيب كيو مينيمم على كيو فول، ومن كيو مينيمم على كيو فول بقى تدخل تجيب ايه؟ الدي سمول على الدي كابيتال اللي هو في اول عمود، معاك طبعا الدي كابيتال تجيب الدي سمول. فمن الاخر المساله دي كده كانت كلها كل لعبها بس اللي انت تشوف انت بتتكلم في انهي حاله، بتتكلم في حاله المينيمم ولا بتتكلم في حاله لما نسبه الامتلاء تكون 3 على 4. فاول حاجه زي ما قلنا في المسائل زي دي بتعمل ايه؟ تجيب كيو فول وفي فول، اي حاله بقى يجيبها لك ولا يفرق معاك اي حاجه، انت الحاله اللي مديها لك دي تدخل تجيب النسبه اللي جيف ليك، تدخل للتيبل تشوف ايه المقابل للكلام ده وتجيب بقى اي حاجه انت عايزها. حد عنده سؤال لحد هنا؟ تمام. ده كان تاني سؤال. تالت سؤال بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي كومبايند سيور، اول ما يقول لنا كومبايند يبقى انا كده الرين داخل معايا، ومدي لك الديامتر ومدي لك السيور ومدي لك الكوفيشنت اوف رفنس اللي هي ال ان اللي هو في القانون اللي انت بتجيب منه السلوب بتاع الماسوره اللي هي جيف اللي كان. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هات لي الفلو والفلوستي لما الوتر ديبس يكون ب 6 انش. طب خلاص طالما مديك معلومه يبقى انت كده اول حاجه هتجيبها ايه؟ دي سمول على الدي كابيتال، تدخل بقى التيبل تجيب كيو ديزاين على كيو فول وفي ديزاين على الفي فول. دي اول حاجه هنعملها من قبل ما نعرف هو عايز ايه اساسا. اول ما يقول لك هات لي اي حاجه عند ووتر ديبس بكذا، انت تقسم الكذا ده على الدي كابيتال وتدخل بقى التيبل تجيب اي حاجه انت عايزها. طيب تاني حاجه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هات لي الفلو والفيلوستي ات 60% بروبوشنال فلو. طب خلاص طالما بيقول لك ات 60% بروبوشنال فلو يبقى انا كده هدخل بكيو ديزاين على كيو فول بكام؟ ب 6 من 10، وهجيب من هنا بقى في ديزاين على في فول ودي سمول على دي كابيتال. يعني هو اول اللي بعد الاد دي هي المفتاح بتاعك. اول ما يقول لك اد كذا شوف الكذا ده تجيب منه ايه، تدخل بالتيبل تجيب من التيبل ده اي حاجه انت عايزها. تالت حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا ديبس اوف ووتر اند ذا فيلوستي ات فلو 100 لتر على ثانيه. برضو شوف ايه اللي بعد الات، بيقول لك لما يمشي فلو 100 لتر في الثانيه. خلاص هقسم ال 100 دي على الكيو فول بتاعتي هتطلع بقيمه معينه مثلا، تدخل بالقيمه دي التيبل تجيب دي سمول على دي كابيتال وفي ديزاين على في فول. فهو ده اللي هنعمله بالظبط دلوقتي. فهو احنا قلنا اول حاجه لازم نجيبها الكيو ديزاين والكيو فول. طب هو هنا مديني ايه؟ الديامتر بتاعي ب 16 انش، طبعا 16 اضربها ب 25 عشان احولها لملي يعني. طيب وطبعا مديني ميل الماسوره، طالما مديك ميل الماسوره يبقى بيقول لك هات لي الفي فول على طول بقى. يبقى انت هتجيب الفي فول ازاي؟ واحد على ان ار اس 2 على داتا جذر الاي، ومدي لك كل حاجه تقدر تجيب الفي فول. طب قلنا المثال اللي زي دي محتاجه اجيب ايه؟ محتاجه اجيب الفي فول والكيو فول، دول اول حاجتين لازم اجيبهم. طب خلاص انا جبت الفي فول كده ناقص لي ان انا اجيب ايه؟ ناقص لي ان انا اجيب الكيو فول. طيب هجيب الكيو فول ازاي؟ مش انت عارف ان الكيو بتساوي الاريا في الفلوستي؟ اه يبقى هتقول الكيو فول بتاعتك بتساوي باي دي سكويرد على 4 في الفيلوستي. هو في واحد كاتب ان هو ما عندوش صوت، هو الصوت مش واصل لكم اساسا؟ انتوا سامعيني ولا لا؟ لا سامعينك يا صلاح، سامعينك تمام مصلحت كتب في الشيء تاني. خلاص تمام. طيب كده انا جبت الديامتر بتاعي، هو مدوني اللي هو ب 16 انش، فجبت الديامتر بتاعي اللي هو ب 400 مللي. طيب قلنا اول حاجه محتاجين نجيبها ايه؟ الفي فول والكيو فول. طب خلاص انا جبت الفي فول اللي هي 1 على ان ار اس 2 على داتا جذر الاي، ناقص لي ان انا اجيب الكيو فول اللي هي الاريا في الفيلوستي، معاك طبعا الديامتر ومعاك الفيلوستي، كده انت خلاص بقى تقدر تدخل اي حاله. يبقى انت كده خلاص اي يقعد يتشقلب لك بقى يقول لك لو نسبه الامتلاء بتساوي كذا، لو كيو بتساوي كذا، كده انت تقدر تدخل اي حاجه طالما معاك الفي فول والكيو فول. قال لك بقى ايه في اول سؤال؟ قايل لك لما الدبس بتاعي يكون ب 6. طب خلاص طالما قايل لك الدبس بتاعي ب 6، خلاص يبقى انت هات دي سمول على الدي كابيتال، يبقى معاك دي سمول على الدي كابيتال، تدخل بقى الجدول تجيب ايه؟ تجيب كيو ديزاين على كيو فول وفي ديزاين على الفي فول، وطبعا معاك الكيو فول وفي فول تقدر تجيب الكيو ديزاين وفي ديزاين. ده اللي هو كان طالبه في اول مطلوب. طيب تاني مطلوب بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما تكون 60% بروبوشنال فلو، ودي الملحوظه اللي انا كتبتها في الاول خد بالك. شوف هو بيقول لك 60% ايه بالظبط؟ 60% بروبوشنال فلو ولا 60% بروبوشنال فيلوستي؟ عشان تشوف انت هتدخل التيبل بانهي 6 من 10 بالظبط. فهو قايل لك 60% بروبوشنال فلو يبقى انت هتدخل بكيو على كيو ب 6 من 10. فدخلت كيو على كيو ب 6 من 10، كده انا جبت كيو ديزاين على كيو فول، ومعاك كيو فول تقدر تجيب كيو ديزاين. تدخل بقى بكيو على كيو ب 6 من 10 تجيب في ديزاين على في فول من التيبل، ومعاك في فول تقدر تجيب في ديزاين. طيب اخر مطلوب قال لك ايه بقى؟ قال لك هات لي الفيلوستي والدبس لما يمشي كيو ب 10 او يمشي كيو ب 100. فخلاص طالما قال لك ات كيو بتساوي كذا، خلاص هتقسم كيو على كيو فول، تدخل بقى التيبل تجيب في على في فول، تجيب في ديزاين عادي جدا، وتجيب دي سمول على الدي كابيتال، ومعاك الدي كابيتال تقدر تجيب الدي سمول.
فهو المسائل زي ما قلنا اللي هي الحالات اللي هو بيقول لك ات كذا مش عارف ايه، اول حاجه لازم تجيبها كيو فول وفي فول، طالما جبت الكلام ده يعمل بقى اي حاجه انت عايزها، خلاص انت كده جاهز صلاح انك تعمل اي حاجه يعني. صلاح اخر مطلوب ده تاني كده اللي هو رقم 3 ده بالراحه، بس ايه الفرق بينه وبين اتنين؟ ايه الفرق بينه وبين اتنين؟ طب هو اساسا في اتنين كان طالب منك ايه؟ تعالى كده نرجع للسؤال، في اتنين في المطلوب رقم اتنين كان بيقول لك ايه؟ هات لي الفلو والفيلوستي ات 60% بروبوشنال فلو، يعني لما كيو على كيو ب 60% انا عايز الكيو ديزاين والفي ديزاين، يعني لما يمشي 60% من الفلو، يعني انت مثلا مصمم الماسوره على مثلا على 100 لتر في الثانيه، هو قايل لك بقى هيمشي 60 لتر على الثانيه، فبيقول لك هات لي بقى ساعتها الفلو اللي هو يطلع ب 60 انت عرفته خلاص، والفيلوستي، فانت هتعمل ايه؟ هتدخل التيبل بكيو على كيو ب 6 من 10، شوف القيمه بتاعتك هتبقى بكام، فتقدر تجيب الفلو وتقدر تجيب الفيلوستي، فتمام المطلوب ده، انت خلاص كده هتدخل التيبل بكيو على كيو ب 6 من 10، تقدر تجيب يعني هتدخل اهو التيبل بكيو ديزاين على كيو فول ب 6 من 10، تجيب في ديزاين على في فول، ومنها تجيب الفي ديزاين اللي هو عايزها، ومعاك طبعا الكيو فول تجيب الكيو ديزاين اللي هي تبقى 60% منها. ده كان المطلوب الثاني. طب المطلوب الثالث بقى قال لك ايه؟ لا المطلوب الثالث قال لك بقى هات لي هات لي الفيلوستي وهات لي هات لي الفيلوستي وهات لي الدبس لما يمشي 100 لتر على الثانيه، يعني انا مثلا الماسوره بتاعتي ماشي فيها 300، هو قال لك لما يمشي 100 هات لي الدبس وهات لي الفيلوستي، فهو هو نفس اللي عملته بالظبط في المطلوب اللي قبله، بس الفكره ان انت بدل ما بتدخل التيبل بكيو على كيو ب 6 من 10 هتدخل بكيو ديزاين على كيو فول، وساعتها الكيو ديزاين بتاعتك ب 100 اللي انت اللي هو يجيب ليك، والكيو فول بتاعتك انت عارفها، فانت الفكره بس اللي انت هتدخل التيبل بقيمه مختلفه، فاهمني؟ يعني انت عندك الكيو ديزاين على كيو فول في المطلوب الثاني دخلت ب 6 من 10، لكن هنا انت هتدخل بكيو ديزاين على كيو فول ب 100 على الكيو فول اللي هي عندك اساسا، فتقدر بقى تجيب في ديزاين على في فول تجيب منها الفي ديزاين. طب ومن التيبل جبت الدي سمول على الدي كابيتال برضه، ومعاك الدي كابيتال تقدر تجيب الدي سمول، فهو هو المطلوب اللي قبله بالظبط، بس الفكره ان هو كان قايل لك في المطلوب اللي قبله انا ماشي عندي كيوب كذا، لكن المطلوب الرابع كانت الكيوب مختلفه يعني. فتمام وصلت لك؟ اه تمام يا احمد، شكرا. خلاص تمام. ده كان ثالث سؤال. رابع سؤال بقى كان بيقول لك ايه؟ رابع سؤال برضو مدي لك الافرج انوال ووتر كونسامشن، مدي لك الكيو افرج ب 150، خد بالك طبعا هتضرب دي في 8 من 10 لان دي بيقول لك الافرج ووتر كونسامشن، ومدي لك البوبوليشن بتاعك ب 300 بيرسونز لكل هكتار، الاتش اي دي اللي هي لكل هكتار، فانت عشان تجيب العدد الاشخاص كلهم تعمل ايه؟ هتضرب في الاريا التوتال بتاعتك. طيب وبيقول لك الماكسيمم والمينيمم انفلتريشن، ومدي لك بقى اتس ريكوايرد تو يوز ا سينيتري سيور اوف 18 انش دايمتر. اه يعني هنا بقى قايل لك ايه؟ بقى قايل لك سينيتري سيور، يعني ايه دي؟ تستنتج منها ايه؟ كانه بيقول لك سيبرات سيور. ايوه برضه هستنتج منها ايه؟ تستنتج منها ان انت الرين بتاعك مش هيكون داخل، مش احنا كنا بنجيب كيو 6 اللي هي بتاعت الرين، لا كده بقى الرين بتاعك هتصمم شبكه لوحدها، فانت مش هتدخل المطر معاك، فانت كده خلاص عرفت ان الكيو ديزاين بتاعتك اللي هي الكيو 1 زائد كيو 4، فانت مش مضطر تجيب ولا كيو 2 ولا كيو 5 ولا كيو 6. طيب هو قايل لك ايه بقى؟ ايه اللي طالب منك ايه؟ بيقول لك هات لي المينيمم سلوب اللي السيور ده هتخدمها، وبيقول لك هات لي الاريا، وقول لي هات لي النمبر اوف بيبول. طب ايه ده؟ هو مش النمبر اوف بيبول معايا اساسا؟ مش هو قايل لك ان هي 300 بيرسونز لكل هكتار؟ اه بس هو هنا بقى مش مدي لك اساسا انت عندك كام هكتار، هو ده اللي طالبه تاني مطلوب، طالب منك الاريا بتاعتك وطالب منك النمبر اوف بيبول. طب بغض النظر عن اللي هو طالبه، احنا ندخل في المساله بتاعتنا زي ما احنا عارفين بالظبط. طب ايه المساله اللي احنا عارفينها؟ مش احنا قلنا هنا هو مديني بيقول لك هات لي المينيمم سلوب؟ اه يبقى طالما قايل لك المينيمم سلوب يبقى انت كده هتستخدم المينيمم فيلوستي اللي هي بكام؟ اللي هي ب 6 من 10. خلاص بقى عوض في القانون الوحيد اللي انا حافظه، ان الفي فول بتاعتي اللي هي ب 6 من 10 بتساوي 1 على ان ار اس 2 على تيتا جذر الاي. طب ده انا هنا بقى اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الاي مينيمم بتاعتي. يبقى هو اول سؤال كان طالب منك المينيمم سلوب، خلاص طالما عايز المينيمم سلوب يبقى اتعوض بالفي مينيمم اللي هي ب 6 من 10، ومعاك الديامتر ومعاك الان تقدر تجيب الاي. طب خلاص كده انا جبت الاي. طيب تاني مطلوب بقى طالب منك ايه؟ طالب منك الاريا اللي انا بخدمها. طب هو اساسا الاريا دي هتدخل فين اساسا؟ يعني اساسا ايه الفاكتورز اللي احنا جبناها في كل ده داخل في الحته بتاعت الاريا؟ البوبوليشن اساسا، لان قيمه البوبوليشن مش معاك، انت معاك في البوبوليشن بيقول لك ان انت عندك البوبوليشن بتاعك 300 بيرسونز لكل هكتار، يعني كل اريا قيمتها هكتار فيها 300 بيرسونز. طب انت عندك كام هكتار؟ ما اعرفش، هو ده اللي هو طالبه. فهو طالب منك الهكتارز بتاعتك، يعني طالب منك الاريا التوتال، وطبعا طالما جبت الاريا توتال تضربها في 300 تجيب البوبوليشن اللي هو عايزها. طيب انا كده بقى هجيب الهكتار اللي هو عايزه ازاي؟ اول حاجه انا عارف اجيبها، مش انت معاك الفي فول اللي انت قلت ب 6 من 10؟ خلاص هات الكيو فول. انت اساسا مش عارف تدخل تعمل ايه، يعني انت عندك في المساله طالب منك الاريا، طالب منك البوبوليشن، حاجات جديده ما تعرفهاش. طب مش احنا اساسا قلنا اول خطوه تعملها في المساله اللي انت تجيب في فول وكيو فول؟ اه طب ما في فول عندي ب 6 من 10، خلاص هات الكيو فول وربك يفرجها.
فانت هتجيب كيو فول ازاي؟ اللي هي باي دي سكويرد على الاربعه في الفي فول، معاك الديامتر ومعاك الفي فول، خلاص كده انا جبت الكيو فول. طيب خلاص كده جبت الكيو فول وجبت الفي فول. طيب الديامتر بتاعتك، الديامتر بتاعك ده مش اقل من 700؟ اه. يبقى انت كده البروبوشنال ديبس بتاعتك ب2 على 3، يبقى انت كده خلاص جبت الدي سمول على دي كابيتال ب2 على 3. خلاص بقى خش التيبل، هات كيو ديزاين على كيو فول وفي ديزاين على في فول. انت داخل اساس يعني، احنا بنجيب حاجات بلا هدف يعني، انت اساسا انت مش عارف بتجيب الكلام ده كله ليه، بس الفكره ان انت عندك، انت ما تعرفش تعمل غير كده يعني. انت في اول مطلوب خلاص جبت الاي، طب تاني مطلوب بيقول لك هات لي الاريا وهات لي الابترز. طبعا انت لو عارف الفكره بتاعت المساله دي خلاص هتحلها، لكن انا بكلمك واحد مثلا داخل المساله ومش عارف تعمل ايه، هات الحاجات اللي انت بتعرف تجيبها وهتلاقيها بتفتح معاك مره واحده بواحده كده يعني. انت خلاص عارف ان المينيمم فيلوسيتي بتستخدم 6 من 10 ومنها جبت الاي، اديك جبت اول مطلوب اهو. طب تاني مطلوب معاك الفي فول، ناقصك ايه عشان تحل؟ كيو فول. خلاص هات الكيو فول. طب هو مدي لك الدي كابيتال جاهزه ولقيتها اقل من 700، فيبقى انت خلاص عندك البروبوشنال ديبس ب2 على 3. فتدخل بقى التيبل بتاعك تجيب كيو ديزاين على كيو فول، معاك الكيو فول كده انت جبت الكيو ديزاين. طيب كده انت خلاص جبت الكيو ديزاين، ارجع بقى انت خلاص. طب احنا مش قلنا البيبوليشن ده، احنا كده ما استغلناش قيمه البيبوليشن دي في اي حاجه خالص. طب احنا قلنا بقى الكيو ديزاين اللي هي ايه؟ اللي هي الكيو 1 زائد كيو 4. خلاص اكتب كده الكيو ديزاين بتاعتك بتساوي كيو 1 زائد كيو 4. قبل كده كان بيبقى معايا كيو 1 وكيو 4 واجيب كيو ديزاين، دلوقتي خلاص انت انت من غير ما تعرف جبت الكيو ديزاين، انت عمال بس ترص في خطوات انت عارفها، لقيت نفسك جبت الكيو ديزاين. خلاص عوض في القانون اللي انت عارفه، الكيو ديزاين بتساوي كيو 1 زائد كيو 4. طيب هي الكيو 1 بقى بتساوي ايه؟ بتساوي البوبيوليشن في الكيو افريج. طب الكيو افريج بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي 300. طب البوبيوليشن، البوبيوليشن بقى هو كان لا الكيو افريج بتاعتي 150. طب البوبيوليشن بقى قايل لك ان البوبيوليشن بتاعي 300 بيرسونز لكل هكتار. طب خلاص يبقى 300 اهي. طب انا ما اعرفش انا عندي كام هكتار، خلاص حط مكانها ايه اللي هي الاريا بتاعتك. يبقى 300 في الاريا في 8 من 10 عشان احولها لصرف، في 1.5 عشان انا كيو 1 اللي هي في السمر، اقسمها طبعا على 1024 في 3 600. وما انساش البيك فلو فاكتور اللي هو البي اف اف. طب ده كان بيساوي اساسا، كان بيساوي 5 على البي اس سوتس. طيب خلاص الخمسه ما فيهاش مشكله. طب البوبوليشن ده احنا قلنا اللي هو ايه؟ قلنا اللي هو بالثاوسنس. يبقى انت عندك المفروض البوبوليشن اللي هو جيفن ليك تقسمها على 1000، فخلاص هقسم على 1000. طب هو اساسا البوبوليشن مش جيفن ليا، هو جيفن ليا 300 لكل هكتار، خلاص عوض مكانه ب 300 ايه؟ اس سوتس. فهتلاقي معادله بس مقوله في الايه بس. طب ده بالنسبه لايه؟ لكيو 1. طب كيو 4 اللي هي بتاعت الانفلتريشن، كان ايه مدي لك الانفلتريشن؟ قايل لك ان الانفلتريشن بتاعك بيساوي ايه؟ قايل لك ان الانفلتريشن بتاعك الماكسيمم، انت طبعا مش هتستخدم المينيمم، هتستخدم الماكسيمم اللي هو كيو 4، بيساوي 24 متر مكعب بالهكتار لكل دي. يبقى انا كده محتاج اضربه في الاريا بالهكتار اللي هي مش معايا اساسا. خلاص برضو حط مكانها ايه؟ يبقى 24 في ايه على 24 في 3600. لقيت ان انا عندي معادله واحده بس مقوله في الايه، فمن هنا تقدر تبقى تجيب الايه بتاعتك اللي هي الاريا بالهكتار. فانت عندك مساله انت داخل ومش عارف انت هتعمل ايه وهتصمم ايه بالظبط، بس انت عارف ان انت الاريا دي ما بتدخلش في حاجه بس غير في الكيو ديزاين. يعني انت عارف ان الكيو ديزاين لو انت جبت كيو ديزاين تقدر تجيب الاريا. فكيو ديزاين هعملها ازاي؟ معاك الفيلوسيتي ومعاك الفي فول، فتدخل التيبل تجيب كيو ديزاين على كيو فول، ومعاك الفي كيو فول فتجيب كيو ديزاين. فهي مساله بس شوف انت معاك ايه، ولازم طبعا يكون معاك كيو فول وفي فول. فهتفتح معاك طول ما انت ماشي كده بخطواتك والخطوات اللي قدامك دي هتقدر تجيب يعني. فهنا هو طالب منك الاريا، فلازم يكون معاك كيو ديزاين. معاك كيو ديزاين تقدر تجيب بقى الاريا بتاعتك اللي هي 308 هكتار. طيب يبقى انت كده بقى النمبر اوف بيبل تجيبه ازاي؟ اللي انت هتقول 30.8، هو كان قايل لك ان البوبيوليشن بتاعي 300 شخص لكل هكتار. خلاص عشان اجيب البوبيوليشن اللي هو عايزه هضرب ال 300 دي في الاريا بالهكتار. يبقى 300 في 30.8 كده انا جبت النمبر اوف بيبل بتاعي. هنا المفروض ان انا كنت عامل اسبشن اللي هو البوبيوليشن بتاعي اقل من 80,000 عشان استخدم البيك فلو فاكتور ده، بس هو طبعا هنا انت خلاص مش محتاج تعمل اسبشن لان خلاص سواء كده وكده، فاحنا هنستخدم البيك فلو فاكتور اللي هو بخمسه على بي اس سوتس يعني. فانت خلصت المساله دي، فكرتها بس ان انت مشيت العكس. قبل كده كنت بتجيب الكيو ديزاين وتبدا تصمم، هنا فتحها لك بقى. هو هنا مش مديك الفي مينيمم، خد بالك يعني ما قالكش الفي مينيمم في حاله الفول ب 6 من 10، بس انت عرفت المعلومه دي لما قال لك ان انا عندي مينيمم سلوب زي المعلومه اللي انا كنت كاتبها لك في الاول. طالما قايل لك مينيمم سلوب يبقى انت كده هتستخدم المينيمم فيلوسيتي اللي هي ب 6 من 10، فخلاص معاك الفي مينيمم ب 6 من 10 ومعاك الان ومعاك الديامتر تقدر تجيب الاي مينيمم. ده كان اول مطلوب، ومن هنا بقى تجيب الكيو فول والكيو ديزاين وتبدا تدخل تصمم المساله بتاعتك عادي جدا. حد عنده أسئلة في المسألة دي؟ تمام. دي كانت المسألة الرابعة. آخر مسألة بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنا عندي كومبايند سيور. يعني إيه كومبايند سيور؟ هو معلش سؤال بس. تمام.
هو انا اعرف منين ان انا مش هكتب ال 0.8 في قانون؟ يعني امتى ما اكتبهاش؟ هنا مثلا هو مديك الكيو افريج هنا ايه؟ بيقول لك الافريج انيوال ووتر كونسامشن ب 150، هتلاقي مثلا بيقول لك الافريج انيوال سيور كونسامشن مثلا اللي هي الميه بتاعت السيور مثلا بكذا مثلا، فساعتها خلاص ما تضربيش في 8 من 10. لكن اول ما يقول لك ووتر كونسامشن يبقى انت لازم تعرف ان ده استهلاك الميه من غير الصرف. طب عشان احوله للصرف اعمل ايه؟ هاخد 80% منه فاضربه في 8 من 10. تمام، شكرا. طيب اخر مساله بقول اللي انا عندي سؤال برضو معلش، يعني هو في كل الحالات سواء في الماكسيمم او المينيمم الفي فول بتاعتي بتبقى ثابته صح؟ سواء انت بتتكلم الفي فول بتاعتك في حالتين سواء ماكسيمم او مينيمم الفي فول معايا يعني السؤال التاني ده بشتغل بجيب في فول واحده بس في الاول وبكمل بيها على بقيه كلها. فهم. ايوه بالظبط، بس انت خد بالك هو كان قايل لك هنا ان انت عندك مينيمم سلوب، فطالما انت عندك مينيمم سلوب يبقى انت خلاص هتستخدم الفي مينيمم اللي هي سواء ثابته على هنا او هنا، بس انت مش هتستخدم الماكسيمم والمينيمم. انت ليه هتستخدم مينيمم اساسا؟ يعني انت اساسا هو قايل لك ان انت هتستخدم مينيمم سلوب، بس انت اساسا مش هتستخدم غير الشارج الماكسيمم اللي انت بتعمل عليه ديزاين. لا اصل انت ليه اساسا كنت بتجيب الكيو مينيمم؟ عشان تعمل تشيك على الفلوس المينيمم هنا، هو اساسا هو مديك الفي مينيمم فاهمني، فانت مش محتاج تجيب الكيو مينيمم في اي حاجه، فانت مش هتجيب بس غير الكيو ماكسيمم اللي انت هتعمل بيها ديزاين فاهمني. ايوه تمام. طيب واللي هو في السؤال التاني كان في الشيت لان انا داخل متاخر بس شويه، لما كنت بشتغل وكنت بجيب كيو فول برضه كنت بكمل بيها بقيه المساله وانا بجيب الماكسيمم والمينيمم، ما كانتش بتفرق معايا في حاجه صح؟ بالظبط، بس انت اساسا عشان تجيب المينيمم في الكيس الثانيه انت كنت بتجيب المينيمم، انت خلاص جبت الكيو مينيمم اللي هو كان عباره عن الكيو بتاعتك اللي هي كيو 3 زي كيو 5، فانت خلاص جبت كيو 3 زي كيو 5 قسمتها بقى على الكيو فول. طب بدلاله ايه الكيو فول؟ اللي هي باي الدايمتر التوتال سكويرد على الاربعه في الفي فول اكشوال، فانت بتاعتك دي هتبقى ثابته على طول سواء انت بتتكلم في الماكسيمم او المينيمم. كيو فول اساسا مالهاش علاقه، كيو فول دي ليها علاقه بحاجتين بس، الدايمتر التوتال بتاعك اللي هو طبعا هيكون سبب في حاله الماكسيمم او المينيمم، والفي فول بتاعتك اللي هي اساسا جايه من الدايمتر التوتال بتاعك فاهمني؟ ايوه فهي ثابته معاك يعني. شكرا. لا طيب اخر مساله بقى كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي كومبايند سيور، قلنا دي كومبايند معناها ايه؟ ان انا كده الرين هيدخل معايا عادي جدا. بيقول لك ان انا عندي كومبايند سيور وهنا مدي لك الاريا بتاعتك 10 هكتار ومدي لك البوبيوليشن 1000 بيرسونز لكل هكتار. خد بالك برضو عشان ممكن يلعب عليها في الكويز بتاع بكره، يقول لك مثلا البوبيوليشن بتاعي 1000 بيرسونز، بص على الوحده بتاعتك هل هي عدد اشخاص توتال ولا عدد اشخاص لكل حاجه مثلا؟ فقال لك مثلا هنا 1000 بيرسونز لكل هكتار، فانت محتاج تضرب في الاريا التوتال بتاعتك. فانت عندك البوبوليشن بتاعك مش 1000، البوبوليشن بتاعك هيكون ب 10000 اللي هو 1000 في ال 10 هكتار يعني. وبيقول لك مدي لك الافريج انوال ووتر كونسامشن، مدي لك الكيو افريج بتاعتك 250، وبيقول لك الماكسيمم والمينيمم انفلتريشن ريت ب 20.8. برضه تاني حاجه تاخد بالك منها الوحده بتاعت الانفلتريشن، لو هي مديها لك متر مكعب لكل دي يبقى خلاص هو ريحك، طب مديها لك متر مكعب لكل هكتار لكل دي يبقى هتضرب برضه في التوتال اريا بتاعتك. طب لو قال لك متر مكعب لكل دي لكل كيلو متر في سيور، يبقى انت محتاج تجيب طول الطريق وتاخد 80% منه يبقى ده السيور بتاعتك. تمام، مدي لك الماكسيمم رين 45 متر مكعب بروه. حاجه ثالثه برضو تاخد بالك منها في حاله الرين، في حاله الرين انا كاتب في الورق اللي عندك ان انت بتقسم على 24 في 1000 في 3600. ليه بتضرب في 24؟ ليه بتقسم على 24؟ على اساس ان الوحده بتاعت الرين بتاعتك مديها لك لكل يوم، لكن هنا هو مديها لك لكل ساعه، فانت هتقسم بس على 3600 مش هتقسم على 24 دي، فخد بالك انت بتقسم على ايه برضو يعني. طيب بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك صمم لي السيور بتاعتك ات اسلوب اوف 1 على 275. طيب يبقى هو كده مدي لك الاسلوب بتاعك. طب يعني ايه مدي لك الاسلوب بتاعي؟ يبقى انت مش هتعمل بقى الاسامبشن اللي انت كنت بتعمله قبل كده، انت خلاص كنت بتعمل اسامبشن عشان تجيب الفيلوستي، لا هو هنا مدي لك الفيلوستي اساسا. طب مديني الفيلوستي ازاي؟ ان هو مدي لك الميل بتاعك. طيب يعني من الاخر هعمل ايه؟ تعالى اقول لك هنعمل ايه. اول خطوه بنعمل ايه؟ اللي انت بتحسب الكيوهات بتاعتك، هتحسب كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4 وكيو 5 وكيو 6 اللي هي بتاعت الرين، دول ما فيهمش اي اختلاف عن اللي احنا عملناه قبل كده. طيب ساعتها بقى تجيب الكيو ديزاين اللي هي الماكسيمم من كومتين اللي هي ايه؟ اللي هي كيو 1 زائد كيو 4 او كيو 2 زائد كيو 5 زائد كيو 6. كده انا خلاص عرفت الكيو ديزاين، محتاج اجيب الكيو مينيمم عشان اعمل عندها تشيك، فتجيب الكيو مينيمم اللي هي كيو 3 زائد كيو 5 اللي هي دي. طيب اول حاجه بقى بنعمل ايه؟ بنقول ان الكيو ديزاين بتاعنا بيساوي باي دي ابروكسيمت سكويرد على الاربعه في الفلوس اللي انا بفرضها ب 8 من 10. الخطوه دي انت كده كده هتعملها سواء مدي لك الاسلوب او لا، بس هو مدي لك الاسلوب فوق فمش هتفرض الفي اللي هي بواحد متر على الثانيه اللي هي الخطوه الجايه. فانت اول خطوه عندك بتعمل ابروكسيمت ديزاين عشان نعرف انا هدخل التيبل بايه بالظبط.
فانت معاك الكيو ديزاين بتساوي باي دي سكويرد على 4 في الفلوس، تجيب الديامتر بتاعك لقيته اقل من 700 يبقى انت كده البروبوشنال ديبس بتاعك ب2 على 3. تدخل ب2 على 3 ده التيبل، تجيب كيو ديزاين على كيو فول. معاك انت الكيو ديزاين ولا الكيو فول؟ لا معايا الكيو ديزاين، فتقدر تجيب الكيو فول. طيب يبقى انت كده عارف ان الكيو فول بتساوي باي دي سكويرد على 4 في الفي فول. الفي فول بقى افرضها بواحد واجيب من هنا الديامتر، ده اللي انا كنت بعمله قبل كده، ان انا كنت بفرض الفي فول بواحد متر على الثانيه واجيب الديامتر بتاعي واجيب الدي كوميرشال. بس خد بالك بقى ان هو هنا مدي لك السلوب، فخلاص طالما مدي لك السلوب فانت تقدر تحسب الفي فول. نفس الفكره اللي كنت بتكلم فيها بالظبط من شويه، لو هو مدي لك المينيمم سلوب يبقى انت كده انت خلاص عارف الفي مينيمم، خلاص يبقى هو طالما مدي لك سلوب يبقى انت كده خلاص تقدر تحسب فيلوسيتي، فما تقولش الفي بتاعتك بواحد متر على الثانيه. طيب يبقى انت عندك باي دي سكويرد على 4 في الفي فول. طب الفي بتاعتك بتساوي ايه؟ 1 على ان دي على 4 اس 2 على 3 جذر الاي، وطبعا الاي بتاعتك جيفن. طب ايه المجهول اللي عندي هنا؟ مجهول ده بتاعت الديامتر هو المجهول اللي عندي. فانت هنا جبت كيو فول اللي هي باي دي سكويرد على 4 في الفي فول. باي دي سكويرد على 4 في الفي فول هتلاقيها فانكشن كلها في الديامتر، فتقدر تجيب الديامتر بتاعك. طيب انت دلوقتي قربت الديامتر بتاعك، انت محتاج تجيب الايه؟ الفي فول اكتوال. طب هتجيب الفي فول اكتوال ازاي؟ ما تروحش تجيب الفي فول اكتوال عن طريق ان انت تقسم كيو فول على الاريا. طب ليه ما اعملش كده؟ لان اساسا الكيو فول بتاعتك مش هي القيمه الحقيقيه، لان انت فوق زي ما قلنا ايه عملنا ابروكسيمت ديزاين. طب امال اجيبها عن طريق ايه بالظبط؟ هتجيبها عن طريق بقى القانون بتاعك اللي هو 1 على ان ار اس 2 على 3 جذر الاي، لان كل حاجه في القانون ده صح، السلوب صح جيف لي والديامتر انت لسه جايبه، فتجيب الفلوسي من هنا، لان انت اساسا الكيو فول اللي انت جبتها دي هتتغير دلوقتي، فانت هتجيب الفي فول عن طريق القانون اللي احنا قلناه ده 1 على ان دي اس دي على 4 اس 2 على 3 جذر الاي. من هنا نقدر نجيب الفي فول. هات بقى الكيو فول بتاعتك، هي هنا كانت طالعه لنا ب 0.171، لا طبعا دي هتتغير لان الفي فول بتاعتنا اتغيرت، لان الدي بتاعتنا قربناها. فتجيب كيو فول ازاي؟ اللي هي باي دي سكويرد على 4 في الفيلوسيتي. خلاص معاك الديامتر ومعاك الفيلوسيتي، خلاص تقدر تجيب الكيو فول عادي جدا. طب خلاص جبت الكيو فول اعمل ايه بقى؟ خش بقى التيبل بقى بتاعك، معاك كيو ديزاين على كيو فول، هات في ديزاين على في فول، والدي سمول على الدي كابيتال. معاك الفي فول، هات الفي ديزاين وتاكد ان هي بين 6 من 10 وال3. طب لو طالب الدبس اوف ووتر، خلاص ما انت دخلت التيبل وجبت الدي سمول على الدي كابيتال ومعاك الدي كابيتال، فتقدر تجيب الدي سمول بتاعتك. طيب لو عايز اعمل بقى تشيك على المينيمم فلو، بتجيب الكيو مينيمم على كيو فول. طب الكيو مينيمم احنا جبناها اللي هي الكيو 3 زائد كيو 5، جبنا الكيو مينيمم وكيو فول جبناها برضو، جبنا الكلام ده ودخلنا في ديزاين على في فول، معانا الفي فول جبنا الفي ديزاين. طيب يبقى اللي كان بيسالني الكيو فول بتاعتنا دي هتفضل ثابته ولا لا؟ مش دايما هتفضل ثابته معايا. ليه مش هتفضل ثابته معايا؟ لان انا في اول خطوه هنا كنت عامل ابروكسيمت ديزاين، فالابروكسيمت ديزاين جبت عن طريق الابروكسيمت ديزاين ده كيو فول، بس مش ده الكيو فول بتاعتي. طب امال الكيو فول بتاعتي هجيبها عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا معايا مديني سلوب فاقدر اجيب في فول، ومن الفي فول دي طبعا هتتغير. طب هو امتى الكيو فول دي ما كانتش اتغيرت؟ لو انا كنت خدت الديامتر بتاعي ب 436 ما جبتش منه الدي كوميرشال، يعني لو انت كنت اشتغلت بالدي بتاعتك ب 436 خلاص كنت هجيب في فول عادي جدا، وهي هي كان وهجيب كيو فول اللي هتطلع ب 0.71. بس انت خلاص قربت الديامتر بتاعك، طالما غيرت الديامتر يبقى الفلوس اتغيرت، طالما الفلوس اتغيرت يبقى الكيو بتاعتك هتتغير. فطبعا خلاص جبت كيو فول جديده، جبت خلاص كده كيو فول معايا ومعايا كيو ديزاين، فاقدر اجيب بقى في ديزاين على في فول، واقدر اجيب دي سمول على دي كابيتال. وتشوف اساسا هو كان طالب ايه؟ يعني هو كان طالب منك بيقول لك اعمل لي ديزاين، فطلع اعمل لي ديزاين يبعت لي كل حاجه ديامتر وتعمل لي تشيك وتجيب لي دي سمول. فانت خلاص كده عملت، جبت دي سمول على دي كابيتال والفي ديزاين على في فول، تتشيك منها بس على المينيمم اللي هو اكبر من 0.45. طيب يبقى انت كده عرفت في المسائل كلها وكده الشيت خلص. انت بقى كده عرفت اول خطوه بتعمل ايه؟ ان انت بتحسب الشارجز، تجيب 6 كيو وتشوف، وتاخد بالك لو هو قايل لك ان الرين مش معايا، يعني قايل لك كومبايند مثلا او قايل لك سانيتري، يبقى انت كده خلاص مش مضطر تجيب كيو 2 وكيو 6، فانت تقول بس ان الكيو ديزاين بتاعتك كيو 1 زائد كيو 4. طيب انا كده جبت الكيو ديزاين، قلنا اول حاجه لازم تدخل بيها بتعمل ابروكسيمت ديزاين عشان تشوف بس هتدخل التيبل بايه، ومنه تجيب في ديزاين على في فول، وبعد كده تعوض في القانون بتاع الفي فول اكشوال بيساوي 1 على ان ار اس 2 على 3 جذر الاي، تجيب الاي بتاعتك وتعمل تشيك على المينيمم. دي هي المساله الستريت فورورد اللي انت عارفها عادي جدا. طب ايه اللعب اللي ممكن يلعبه؟ انه يمشي لك بالمساله دي العكس، زي ما شفنا كده في مساله رقم 2 مثلا، يجيب لك كذا حاله، مثلا يقول لك لما كانت الدي سمول على الدي كابيتال بتاعه ال 3 على 4 كان ماشي كيو قيمته بكذا. طب خلاص مش انت دي على دي ب 3 على 4، تدخل التيبل تجيب كيو ديزاين على كيو فول، وخد بالك اللي جيف ليك هنا الكيو ديزاين، لما هو قال لك 3 على 4 كانت ماشي كيو ديزاين بتساوي كذا، ومن هنا تقدر تجيب الكيو فول.
وجبت خلاص الكيو فول ومعاك الديامتر تقدر تجيب الفي فول اكشوال. فانت خلاص انت خلاص طالما جبت الكيو فول انت عارف ان الكيو فول بيساوي باي دي سكويرد على 4 في الفلوسيتي اللي انت بتفرضها في واحد، فتقدر تجيب كيو فول وفي فول اكشوال. فانت تشوف انهي حاله مديها لك، اول ما يقول لك زي ما قلنا اد كذا شوف الكذا ده تستنتج منه ايه من الاخر. طب لو جايب لي مساله مش هعرف امشي فيها خالص، زي مثلا مساله اللي كان طالب منك الاريا بتاعتك والبوبوليشن، امشي الخطوات بتاعتك وانت هتلاقيها بتمشي معاك. شوف مثلا الاريا دي كنت بجيبها في انهي خطوه، طب الخطوه دي عشان اوصل لها اعمل ايه. فانت عشان تعمل الكلام ده امشي سيستماتيك كده. خلي الورقتين اللي انا بعتهم لك دول هم اول ورقتين دول، يعني دول تقريبا اهم حاجه احنا قلناهم دلوقتي. فانت خلي الورقتين دول قدامك، الورقتين دول خليهم قدامك كده وشوف بص فيهم دلوقتي برضو ازاي بتحسب عشان بكره ما ياخدوش منك وقت كبير. خليهم قدامك مثلا لو انت مش عايز تحفظهم دلوقتي خليهم قدامك، يعني وقت الفن اللي بذاكرهم خليهم قدامك. شوف بنعمل الستبس بتاعتنا ايه، بنمشي ازاي الكلام ده كله، وحل الخمس مسائل بتوع الشيت. يبقى انت كده خلاص تقريبا مش محتاج تعمل اي حاجه. يبقى انت ولا تبص على محاضره ولا سيكشن، انت بس بص على الورقتين دول وحل مسائل الشيت. فاصل مسائل الشيت دي متنوعه، يعني خمس مسائل دول تقريبا افكارهم غير بعض. فانت تشوف بس انت الخمس مسائل دول طبقهم على الورقتين دول هتلاقوا الدنيا تمام. طيب بالنسبه للتيبل بندخله ازاي؟ خد بالك برده من التيبل عشان انت في كويز بكره انت معاك الوقت قليل، فانت ممكن ما تكونش عارف انت بتدخل بايه او بتدخل ايه، فتدخل على عمود غلط اساسا. فاول حاجه بص عليها في التيبل العمود اللي انت داخل فيه، هتلاقي هنا اول عمود بتاعك اللي هو البروبوشنال ديبس اللي هو الدي سمول على دي كابيتال، ثاني عمود اللي هو بروبوشنال فيلوسيتي، ثالث عمود اللي هو الفي ديزاين على في فول، ثالث عمود اللي هو ايه الكيو ديزاين على كيو فول. وده طبعا تكمله ليهم، يعني هنا الدبس بتاعي كان واصل لحد 5/10، هنا التكمله بابو بوينت 5/1 وبوينت 5/2 وهكذا. فالنص اللي على اليمين ده تكمله النص اللي على الشمال برضه، دي سمول على دي كابيتال، في ديزاين على في فول، كيو ديزاين على كيو فول. فخد بالك انت داخل بايه بالظبط، داخل بكيو على كيو ولا في على في ولا دي على دي، لان زي ما قلنا مثلا مساله من المسائل كان بيقول لك ان البروبوشنال ديستشارج بتاعي بتساوي كذا، فكده اوعى تدخل بدي سمول على دي كابيتال ب6/10 مثلا، لا ساعتها تدخل بكيو على كيو ب6/10 وشوف تقريبا هتبقى بكام، وتدخل القيمه اللي قصادها تجيب اي حاجه انت عايزها يعني. فهي بس دي كل فكره المسائل اللي زي دي، بس ان انت ازاي تحسب كيو، ازاي تحسب فيلوسيتي، وتشوف انت بتدخل في ايه. فان شاء الله لو شفتوا الورقتين دول ومسائل الشيت فان شاء الله الكويز مش هياخد. طب صلاح هو التيبل الثاني او الجراف الثاني ده بقى بنخشه امتى؟ لا الجراف الثاني ده انت مش هتلجا له اساسا، انت هتلجا له بس في الجزء اللي هو بتاع يعني هو التيبل اساسا، هو التيبل اللي تحت الجراف هو التيبل اللي في اخر صفحه، فالاثنين تيبلز زي بعض. الجراف بس انت بتدخله في حاله واحده بس ومش موجوده في الشيت ده، انت بتدخله بالاريا، يعني انت عارف انت الخط بتاع الاريا ده المفروض في الشيت اللي احنا هنسلمه الاسبوع ده هتدخله، يعني تدخل ب 40% تجيب فيه منه. فانت مش شاطر ده مش هتستخدم فيه الرسمه دي، انت هتستخدم بس التيبل بتاعك في الشيت ده. تمام فكده خلصنا كده تقريبا الافكار وشرحنا الخمس مسائل بتوع الشيت. فحد عنده اي اسئله؟ خلاص تمام. فكده طب بقول لك يا احمد، هو الامتحان بكره دكتور مثلا امسك خمس اسئله زي ما امتحنا في الكليه كده ولا مش اي حاجه؟ يعني هيبقى ديزاين كامل احنا نحل هو الخمس اسئله بالظبط زي نطلع الناتج في الاختيارات ولا هيبقى تشيكات بس؟ لا اختيارات كده زي اللي كان بيجي لنا في الكليه، يعني امتحان الكليه الام سي كيو بتاع الكليه كان بيجي لك امتحان وتحله عادي جدا بالاختيارات بتاعتك، فهو ده اللي هتعمله بالظبط. هتحله في ربع ساعه وهيبقى معاك ربع ساعه تانيين ترفع فيهم الورقه اللي انت حليت فيها بس يعني، وهيبقى معاك طبعا جوجل فورم عشان تملى فيها الاختيارات بتاعتك، يعني كل حاجه تختارها بتختارها في الجوجل فورم ده بس. ماشي تمام. انتوا برضو شوفوا كده واي حد عنده سؤال يكلمني يعني في اي وقت، ما فيش اي مشكله. ان شاء الله ربنا يوفقنا ومعنا كلنا بكره ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام.